أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيله. اليوم طبعا معنا الأخ خانو في موضوع جنبات الملحدين. الحلقة راح تكون خاصة يعني للملحدين وشؤون الملحدين. أخي خانو، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك حبيبي أخوي. أهلا وسهلا فيك خانو. بصراحة أنا يعني بدي أسألك، ليش اخترت هالموضوع بالذات؟ يعني موضوع الملحدين، الجروبات تبع الملحدين، جروبات الملحدين، هذا موضوع أنا اخترته أول شيء لأنه عمره ما حد تطرق له الموضوع هذا، إنه ليش صار عندنا جروبات ملحدين. وأنا بدي أجي لك بالتاريخ، أرجع لأول من زمان، من أيام الحسين. بدي أرجع لك إنه كيف كان في جروبات الملحدين، عمره ما حد تطرق للموضوع هذا. ليش انه احنا صار عندنا جروبات؟ ليش عمالنا بنهاجم؟ ليش عمالنا بنساوي؟ هذا الحكي عمره ما حد تطرق له. اوكي. شو بدك تقول؟ يعني انا بعرف هلا في اصدقائك بدي اتصلوا بسكايب، وقلت لي في مديرين الجروبات وفي مواضيع بصراحه، يعني انا الموضوع يعني ماني محضر له مظبوط بصراحه، يعني أنا لانه لا. عفوا جون حبيبي، اسمع، تفضل. الموضوع ما بده تحضير. الموضوع انه ليش احنا بلشنا نعمل جروبات للملحدين. انا بتعرف تخلفيتي، انا وايش كنت وين كنت وشو صرت، صح؟ هلا بالنسبه لموضوع جروبات الملحدين احكي لك. عفوا جوز، عندي هون انا عندي سكايب شغال، خليني اسكره بس ثواني. الجروبات الملحدين هي، اسمع، يعني احنا زمان كان عندنا المشكله بالوصول للمعلومه. فانا قلت لك انه خلفيتي، انه اول ما دخلت انا على الانترنت، لما صار الانترنت انه موجود ببلادنا، صرنا نشوف انه شيء كبير، يعني انه الانترنت هيك، ودخلنا وشفنا. اللي شفناه يا سيدي العزيز انه احنا مش لحالنا، في ناس كتير موجودة، في ملحدين كتير. كنت أفكر حالي أنه أنا زلمة شاذ يعني عن المجتمع، وأنه ممكن أنا غلط. لكن دخلت على الإنترنت، كتبت كلمة ملحدين، طلع أيامها كان في على الإنترنت في شبكة الملحدين العرب. هاي كانت أول إشي، كان أنه بتطلع إيه، في ناس عم بيحكي بالإلحاد غيرنا، عرف كيف؟ فأنا تفاجأت أيامها. وبلشنا بعديها ترشوه لما علينا مسار الفيسبوك. فيسبوك بلشنا ننشر نتلاقى مع بعض. بتعرف انه اي ناس علم الاجتماع شو بحكي، اي ناس بلاقوا حالهم مختلفين بحاولوا يجتمعوا مع بعض، صح ولا لا؟ اكيد اكيد. واحنا هيك عم نلم حالنا مع بعض. هلا دار الالحاد موجوده من زمان، دار الالحاد موجوده ايام ابن سينا، ابن رشد، ابن الفارابي، هذول كل علماء المسلمين اللي بيحكوا انهم علماء هم، وغاليليو، يعني مش مسلمين، يعني مسلمين ومسيحيين نحكي احنا، كلهم ملحدين كانوا. فاكيد انه كانوا لما يشوف واحد انه في عنده شويه عقل يجتمع مع العقلان اللي زيه. بكل تاكيد. خانو، انا في عندي سؤال لك شخصي، يعني بصراحه. تفضل تفضل، ما في مشكله. انت رجل ارمني، ما هيك؟ من ارمينيا، عايش بارمينيا كمان. وتتكلم الارمينيه بلغتك طبعا هي، يعني فما في، ما بعرف ليش نشاطك عند العرب، يعني عند المتكلمين بالعربيه، اسف يعني ما قصدي العرب، المتكلمين بالعربيه، ليش نشاطك قوي عند المتكلمين بالعربيه؟ انا بدي احكي لك ليش. انا كوني جيت على ارمينيا، ارمينيا دوله نوعا ما ملحده، ما فيها غير جامع واحد فقط، الجامع الازرق، هو جامع واحد مكتوب لافته على الباب يمنع اقامه الصلاه فيه او إقامة الأذان والتجمع، هو فقط مزار هيك مكتوبة لافتة، ممكن أصور لك إياها وأبعث لك إياها الصورة، أوكي؟ وهي قريب من بيتي على فكرة. ويل دان، برافو، أنا هي معلومة جديدة بصراحة عندي. هو الجامع الوحيد الموجود. ثاني إشي، أنا في جنب بيتي ثلاث كنائس، ولا واحدة منهم بسمع صوت جرس الكنيسة. برافو برافو برافو. انت حر هون، انت بتعرف على واحد، عمري ما تعرفت على حدا هون بارمينيا سالني انت شو ديانتك.
احنا بينما بالدول العربيه، طبعا لا تنسى انه انا 36 سنه عايش بدول عربيه، عرفت كيف؟ كنائس، جوامع، ابصر ايش، اللهم هاي جنب بيتي بس ما حبداني، اللهم يتم اولادهم شردهم ابصر، هاي تعرفها انت، هاي المبنى الكونسرت هاي مبنى، عرفت كيف؟ يتم اولادهم. عمري هنا من اول ما اجيت لحد الان ما سمعت رجل الدين هنا ما له سلطه، رجل الدين حتى الزواج الكنسي غير معترف فيه، انا يعني بخمس دولار بروح بكره بتزوج اي وحده، عارف كيف؟ لكن مو معترف فيه اذا ما كان مسجل مدني بالدوله، وعندي على هويتي على جوازي على كل شيء ما في شيء اسمه ديانه، هاي شيء من زمان راحت. بدي اسالك ده خانو، انا يعني بصراحه من سنه تقريبا او سنتين لما كنا ندخل على جروبات الملحدين، يعني لما كنت تشوف مثلا 7000 بالجروب، 7000 8000 بتلاقي شغله كبيره، يعني اليوم عم نشوف فوق ال 100000، 110 120000 اعضاء بالجروب. يعني برايك شو السبب بهالتدفق الالحادي هذا بالجروبات؟ انا بدي احكي لك شغله، تفضل. في مجموعه هلا انا ادمن فيها، انا ادمن تقريبا حوالي 22 مجموعه، اوكي؟ طبعا احنا بتعرف ان احنا كادمنز نتحارب وتبليغات حساباتنا وبتسكروا حساباتنا، محاربه عندنا. في مجموعه جديده طلعت، هلا هاي قويه المجموعه، اسمهم المفكرون الانسانيون. مجموعه حديثه، وفي منتدى الحوار الانساني كمان انا كنت ادمن فيها كمان، اوكي؟ وما زلت يعني انا من المؤسسين تاعونا، يعني ما يعني ماكسو ووفاة دموري هذول اصدقاء، يعني احنا مؤسسين، انا اي لحظه انا برجع عليها ادمن ما في مشكله. هلا هاي المجموعه مفكرون انسانيون فقط خلال شهرين صار فيها 22000 عضو، وفيها تفاعل غريب. هلا المسلمين عمالهم عم بدخلوا عنا على مجموعاتنا الالحاديه فقط لشغله واحده، بتعرف شو هي؟ انه عمالهم بهربوا من موقعهم. هلا اوكي، هو بيجي عندك بهاجمك، بده ينشر فكره، بده يحاول انه يعني يعرفك شو الدين الاسلامي، لكن هو مهزوم ذاتيا من جوا، مهزوم. هاي صدمه الدهشه عنده صايره، عرف كيف؟ فعماله عم بيجوا عنا، اغلب المجموعه مسلمين. انا بقدر اعطيك يعني تقريبا 40% من المجموعه مسلمين، عمال عم بدخلوا بده يشوفوا انه هذا الانسان. اذا انت لما تشوف انسان نجح انت بتحاول تشوف كيف نجح، صح ولا لا؟ فهم عمال عم بدخلوا بده يشوفوا انه شو مالنا، اوكي بدخل بسب بساوي، بينما بالمقابل احنا ندخل على مجموعات اسلاميه حط لهم حديث صحيح واحد، صحيح بخاري ومسلم بالقران موجود كمان، عرفت كيف؟ بهاجموك وبطروك ثاني يوم. هي من عادات المسلمين، يعني ما هي غريبه عليهم. بدي اسالك خانو، المسلمين اللي بيدخلوا على الجروبات الالحاديه مثلا مثل جروبك انت، عندك ما شاء الله مثل ما بقولوا ادمن في كذا جروب، يعني عديت 22 جروب وعندي صفحات وسكروا لي صفحات وطلعوا صفحات عادي. انت بتعرف كان عندي حلقه من كم يوم ردود على تعليقات الملحدين، على تعليقات المسلمين اسف، فكان في شيخ ببالي نسيانه، الشيخ يعقوب متجوز 22 وحده، فانت كمان متجوز 22 جروب. 22 جروب. اسمع انا بدي احكي، بتعرف شو؟ انه التطرف في الشارع العربي اللي صار، هذا التطرف في الشارع العربي والمظاهر الدينيه اللي طلعت هاي، والتدخل بحياه الناس بتفاصيل حياه الناس، التدخل هذا اللي صار وعيشها وكيف انك تساوي وكيف تعمل، هاي الشغلات اوجد ظاهره الميل للابتعاد عن الدين. هم عم بيخدمونا. صحيح صحيح، هم عم بيخدمونا. يعني بدي اسالك انه لما بدخل المسلم برايك شو قد عياره، كم شد من الوقت حتى يصير ملحد؟ يعني بما انك عندك خبره بالموضوع، بعد عليك مسلمين بيدخلوا اول شيء بيهاجموا بعدين بيرتخوا وبيسلموا الحكايه وبصيروا ما بدنا نحكي عن مسلمين لحالهم، يعني احنا بنحكي عن متدينين كمان.
نعم نحكي على الاغلبيه الاديان كلها نحكي، ما في داعي انه نوع مسلمين يعني ان هم اتباع الاديان او نحن بنعرف بعض يعني. في عندنا مثل بحلب بيقول حارتنا ضيقه وبنعرف بعض، يعني الاغلبيه الساحقه من عندنا مسلمين، واذا في كم واحد مسيحي مع اهلا وسهلا يعني ما عم نحكي، بس من اديان اخرى ما في عندنا يعني، هي حارتنا هي مسيحي. 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 انا عندي حسابي الشخصي اللي هو خانو هانس خانويان، هذا حسابي الشخصي، هذا صار من 6 شهور بس اشتغل شهر واحد، حضر بحضر 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 بحضر، بس لاني بحط اسمع يعني احكي شغله يعني جماعه جيسوس، بس مجرد ما احط بس بوست واحد على السريع بيجيني حضر ثاني يوم. وعلى قولة اخونا رياض جماعه طيزز طيزز ايوه، فانه ابو يوسف حبيبنا بنوجه له تحيه طبعا اكيد اكيد. فانه قبل ما انا اسف على مقاطعتك اصدقائي، انا فتحت سكايب من هلا وانا بعرف اصدقاء الاخ خانو رايدين يتصلوا مديرين الجروبات، فاهلا وسهلا ممكن تتصلوا من الساعه هي يعني، فما في اي مشكله يعني. تفضل تفضل خانو اذا في عندك اي شيء تضيفه. سيدي عزيز انا اللي بدي احكي لك اياه انه هلا جماعه هذول المتدينين بس يدخلوا، هلا هو اول شيء بدخل على اساس انه هو عارف يعني كيف انك تدخل بين 100 واحد انه انا بدي اهديهم كلهم وانا عندي الحجه، او ما تدخل بتلاقي 100 كف بنزل على وجهك بتلاقي حالك برا وانت مش عارف. فانه في عندك شغله، يا اما بصير انه بده يبلغ عنك، وطبعا الفيسبوك عم بيساعدهم لعلمك، في كثير مجموعات اسلاميه متطرفه بنشروا اذبحوا فلان واقتلوا فلان وكذا كذا كذا، طبعا بشكل مو علني من غير صور حتى انه ما ياخذوا، وبالمقابل بتحط انت بوست واحد بشكلوا لك حسابك عليه، وهذا اللي عم بيصير معنا. برايك خانو ليش يعني في مسلمين عم بيشتغلوا يعني مع الفيسبوك برايك يعني؟ لا مو مسلمين عم بيشتغلوا مع الفيسبوك، بس الفيسبوك تنساش انه هي شركه تجاريه بالنهايه، وبهمه الاغلبيه، احنا موحدين احنا جماعه قلال، هلا هي الشغله بالنوعيه مو بالكميه، احنا جماعه بالنوعيه عم نشتغل مو بالكميه، جماعه بنفهم. قول اسمع الالحاد هو موجود من ايام محمد كان موجود الحد، ايام المسيح كان موجود الحد، يعني مثلا بدي احكيها شغله، هلا جينا اليوم احنا ما عم بقرا، الجيل هذا الموجود ها الاطفال الصغار دولة، ومش اطفال نحكي مراهقين او اللي بعمري وعمرك كان ب 17 كان يمسك الكتاب ياكل الكتاب اكل، هلا ما عم بقراوا، لقوا متنفس باستنباط الحديث وغيرها بيطلعوا لهم اياها. يعني يمكن ما يكون ملحد لكن ساخط ومش راضي على الوضع اللي عم يصير عنده بالدول العربيه، يعني واحد بالشام ولا بالعراق ولا بالموصل هيك ممكن ما يكون ملحد لكنه ساخط. احنا كنا لما نجيب كتاب، انا قلت لك انا في الحلقات السابقه انا لما اجيب كتاب انا كنت اخبيه جوا بطني، هذا كتاب ممنوع اقراه اروح اوديه وصار ايش كاني ماخذ معي يعني مخدرات يعني. بالضبط انت ذكرتني ايام ما كنا نحط الكتب هون بالبنطلون ايام كانت بالفعل، هالايام هي ما اظن في هيك عادات اصلا يعني، ما في هيك عادات ما ضل يعني، انت بتدخل تك كبسه شوف اللي بدك اياه. صحيح. بعدين بدي احكي شغله كمان، الحاد له معنيين، المعنى الاول هو نفي وجود الله اوكي، المعنى الثاني اخ جان اللي هو زي ما قال افلاطون اثباته، اثبت انه موجود، انه في جماعه تنفي وجود الله، في جماعه اللي هي زي ما حكى افلاطون انه اثبت انه موجود. هاي المدرسه الاجتماعيه مهمه تناولت موضوع الحد اوكي، واولها اجى العلمانيه، هي جاي تتوسط بين الكل، والوجوديه والشيوعيه، واخيرا الى الداروينيه
اللي كسرت الحاجز كله. طيب برأيك خانو، يعني الحاد في تزايد في انكماش، ولا يعني مثلا بس الملحدين اصلا ملحدين عم يطلعوا، ولا في ملحدين جدد مثلا مسلمين مؤمنين مسيحيين عم بيتركوا؟ لما نفتح مجموعه احنا جديده خلال شهرين، زي ما يفكرون انسانيون، خلال شهرين عمال عم نلم الشغل اللي اشتغلوه منتدى الحوار الانساني اللي هم عندهم 42000 واحد، احنا خلال شهرين بس عملنا 22000 عضو عندنا. شو معناه هذا؟ اوكي في اعضاء مسلمين عم بدخلوا، في كمان في عندنا مشكله كمان بالمجموعات هاي، ترى شو هي؟ انه في مسيحيين عم بدخلوا حتى يحاربوا المسلمين. هلا بقول لك انتوا ليش ما بتحاربوا غير الاسلام؟ طب احنا عايشين مجتمعات اسلاميه، احنا عم نعاني من ارهاب الاسلام. يعني عملية نيس، العملية اللي صارت بألمانيا، العملية اللي هاي العمليات اللي عم بتصير الإرهابية، هاي مين عم يرتكبها؟ مسلمين. أعطيني عملية يرتكبها بوذي عشان أحارب البوذية، أعطيني عملية يرتكبها. أنت مع الناس هاي المسيحيين مثلا يدخلوا على جروبات الحادية ويحاربوا المسلمين أو الإسلام بأسماء الحادية، يعني أنت مع هالك جان؟ انه اكيد انا مو لا معهم ابدا ابدا. انا كادمن لما ادخل على مجموعه والاقي انه واحد مسيحي، اوكي كانه ملحد، بدخل معك واحد اثنين ثلاثه اربعه ضلوا ماشي معك، بس هاجم المسيحي بوست واحد، تكون ناش 20 بوست على الاسلام، بوست واحد على المسيحيه، بتلاقي تبليغات حسابك سكروا لك حسابك شهر. للاسف الشديد يعني هم طيب في نوعيه ثانيه كمان من المتملحدين، مثل ما بيقولوا النوعيه اللي بتساند الدكتاتوريات، يعني مثلا نوعيه، خلينا نقول نوعيه الملحدين جماعه علي بن ابي طالب. يعني انا عبد علي وصديق قال انا لا ديني وشيء، بس دخلت على بروفايله بصراحه حياته علي بن ابي طالب هو اميري وقدوتي طيب كيف تفسر لي اياها؟ يعني مثلا هلا مثلا لما بكل اسف شفنا ذبح الطفل هذا السوري، هو فلسطيني اظن، هو فلسطيني، الطفل هو فلسطيني، ذبحوه هذول الارهابيين الانداله هذول، هم الجيش الكر، هذول الجيش الكر بالضبط، يعني الجيش الندل، الجيش الحقير، الجيش محمد الإرهابي، هذا هدول ذبحوا الطفل، والندل اللي ذبحوا يعني طالع، حتى داعش ما سوى، داعش كان يغطوا وشهم، يعني الكلب كان طالع وشه. ولكن انا حاط اليوم بوست عن مفكرون انسانيون وعلى المنتدى، وحاط هاي بالملحدون الاحرار وملحدون مشاكسون، انه سؤالي خانو، في عندي هون سؤال بصراحه، يعني انا بضغط على السؤال هذا، يعني هالندل هذا الاندال هذول جيش الكر، جيش يعني جيش اخوان المسلمين، جيش اخوان الكلاب الشياطين هذول، يعني هذول الاخوان المسلمين مع السوريين معروفين، يعني اخوان الشياطين تبعون محمد، ذبحوا هالطفل هذا، بس في المقابل بيجيك واحد متملحد، خلينا نقول بيعمل النظام على اساس انه ملائكه، يعني يا اخي اوكي نحن بنعرف هدول ارهابيين، اولاد ارهابيين من سلاله محمد، ولكن النظام يعني مثلا جيش الحشد الشعبي، خلينا نقول النظام السوري، هدول جماعه اليمن، ما هدول كمان ارهابيين، يعني هدول من ارهابيين، يعني مثلا حسن نصر الله هذا هل دقن اللي هيك، يعني ملحد يعني فكركم، ولا شيوعي ولا اشتراكي ولا شو، يعني شو رايك بالموضوع جان؟ انت واحد من الناس اللي زعلت لما حطيت صوره او فيديو لبشار الاسد، اكيد عم بحكي عن اوروبا وهيك. اول شيء انا مش مع بشار الاسد، انا زلمه بتعرف انا شيوعي، وهاي الطاقيه كيف تحكي هذا؟ انا تقصدت اني البسها حتى افرجيك انه انا مقاتل اممي، اول شيء وين في حريه انا معها، لكن اللي صار بسوريا هل هي حرية؟ أكيد لا. أنا بعثت لك مباشرة الفيديو تاع الولد،
لما انت زعلت مني قلت لي انت انه ما بعرف انه انت هيك، هل هي حرية أي حرية؟ انه يذبح الطفل؟ أكيد لا 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 لا، يذبح عزل؟ هاي هي حرية؟ هاي لا لا، هاي هي ديمقراطية؟ بسألك سؤال معلش، إذا ايام بشار الاسد إيه وصدام حسين كل الديكتاتوريات اللي موجودة، احمد نجاد والجماعة هاي، احنا عمرنا عانينا انه في طفل بنقطع راسه بالشارع؟ لا، بنقطع راسه بأقبية المخابرات مو بالشارع. بالاقضية اوكي، بالاقضية اوكي صدقني ما في فرق قانوني نهائيا بأقبية المخابرات. في فرق، احكي شو الفرق، احكي شو الفرق. يا خانو يا خانو حبيبي خانو، انا سوري، انا ابن حلب، انا ماني بعيد من. طب انت ما بتعرف انه انا اصلي حلبي؟ بس خليني اكمل حكي. انا اصلي حلبي، انا اصلي من وين؟ انا ارمني من صاصون، رجعنا لحلب، احنا فرع من عائلتنا راعى الاردن، فرع من عائلتنا خانو والله بحلب. خانو، اذا اثنيناتنا حكينا ما راح نستفيد شيء، واحد أكيد. يخلص الثاني يحكي. طيب انا من مدينه حلب، انا ابن حلب. باقبيه المخابرات كانوا ياخذوا الناس نسوانهم معهم يغتصبون قدام عينهم. هاي مخابرات الاسديه، يغتصبون قدام عينهم طفل 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 باقبيه المخابرات، قطعوا له رقم واحد مخابرات لانه سب، ما سبع على البشار، قطع له راسه مباشر. يعني مساله انه هدول على الكاميرات، هدول بالمخفي، كلهم اشر من بعضهم. يعني هدول جماعه علي وهدول جماعه ابو بكر، اثنيناتهم انجس من بعضهم، صاروا عم بتقتلوا. اسمح لي احكي لك شغله بس جان، انت ما تفكر انه انا مع النظام، يعني انا ما عم بفكر انا بالنهايه لابس لك الطاقيه هاي خصوصي، يعني اسمع، انا لا مع هذا ولا مع هذا، اوكي؟ انا بالنهايه مع مين؟ مع الشعب. الشعب بده يعيش، احنا بدنا حريه الراي. لكن المشكله الشعب جحش، هاي اللي بدي احكيها، بس انا مش قادر احكيها، يعني لانه احكيها. نحن هون نحكي الحقيقه خانو، شعبنا جاهل. لو ما جاهل ما صار فيه هيك، ما كان لا تحكم فيه بشار ولا تحكموا فيه اخوان المسلمين، ولا قدر واحد. هلا الشعب الليبي مثلا، واحد حمار مثل القذافي تم حكمه 40 سنه، هل من المعقول شعب يحكم من قبل القذافي 40 سنه لو ما كان شعب جاهل؟ خلينا نحكي بصراحه يا رجل، نحن شعوبنا جاهله، يعني شعوبنا متخلفه. اعطيني شعب عربي واحد مثقف. احنا بنحكي عن اللبنانيين انهم اللبنانيين كويسين صح؟ وانهم اكثر شعب منفتح هيك، لهلا ما عندهم رئيس، مش عارفين يحطوا رئيس. صح ولا لا؟ هو شعب مو منفتح. المصريين غير انقلاب عسكري ما بنفهمهم. مظبوط؟ معناته بنرجع لوين؟ لاصل الدين. بالضبط بالضبط، هاي مثل ما بقولوا حطيت ايدك على الجرح. يعني نحن ثقافتنا اسلاميه، هي ثقافه هي اللي سوت فينا، هي اللي علمتهم الشغلات هاي. بالضبط، يعني هلا لو ما عنا شعب فهمان ما كان تحكم فيه اي واحد، يعني مهما كان الشخص هذا، ما في مستحيل. خلي هلا الانجليز، خلي يجي واحد يتحكم فيهم مثلا، او يجي مثلا للسويديين، خلي يجي دكتاتور يتحكم فيهم، مستحيل يتحكم فيهم. ليش؟ لانه الشعب هو المثقف. يا جون بدي احكي لك شغله، انا هلا الشباب العربي هذا الجيل اللي عم بيطلع من ورا الجروبات هاي الحاديه، ما الحاديه والجروبات العاديه اللي عمالنا عم نكتب فيها وبنحكي فيها احنا، يعني انا شو دخلني اصحى من الصبح ابلش انشر احط افكاري صح؟ الشاب العربي المسلم مسيحي ايش سئم، يعني سئم وتدخل بحريتهم امور حياته. الانترنت تحديدا يعني هو اللي جعل الافق عنده يتسع، هو اللي جعل انه يصير يحكي قدام فلان قدام فلان، قدام المجتمع العربي قدام المجتمع الاسلامي، انه كذا انا كذا انا كذا، صار يتجرأ. انا بتذكر احكي شغله من التجربه الشخصيه لي، تعرف شو هي؟ ما عم بسمع. اتصال، في معنى اتصال، تفضل تفضل. انا مرحبا استاذ جانو، كيفك؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ممكن بس اسمك الكريم تفضل؟ انا اسمي محمد احمد المصطفى، يعني محمد احمد المصطفى. اهلا وسهلا فيك اخي محمد احمد المصطفى، ما شاء الله عائله رسوليه. الحمد لله،
انا من سوريا. اهلا وسهلا فيك، تفضل. تسلم لي يا رب. بس بدي ادخل مداخله مع الرفيق خانو، رفيق الدرب. رفيق الله كيفك؟ اتشكر، واذا عم يسمعني ما بعرف. عم بسمعك، تفضل. عم بسمعك. تحياتي رفيق خانو. حبيبي جفارة جفارة جفارة. حبيب قلبي حبيبي، كيف اخبارك؟ يسلم على مداخلاتك الحلوه وعلى كلامك الرائع. واستاذ جان خانو طبعا من الاشخاص المثقفين، يعني هاي الحلقه من حلقه مميزه راح تكون عندك كثير، عرفت؟ اكيد اكيد اكيد. هو خانو صراحه مميزه، بس هلا هو قال جيفارا، هل انت جيفارا اللي كان كاتب لي تعليق على هو انت اللي كنت كاتب لي، يعني شو قصدكم من نشر هيك فيديوهات، فيديو تبع رياض؟ لا مش انا كثير، انا صراحه انا اتهمت بهيك شغله بسبب اسمي، وفي اصدقاء كثير قالوا لي انت مسلم داعشي، لاني في عالم نفس اسمي بتاخذ، عرفت؟ لا بالفعل في جيفارا، بس حكى بلهجه عراقيه هو، وانت سوري يعني ما اظن، يعني كان كاتب لهجه عراقيه. ومن حلب كمان عندك. في عربي. بس فيني اعلق على شغله. تفضل بس صغيره. تفضل حبيبي تفضل. للرفيق خانو، مشان جروب مفكرون، في عندنا شباب كثير مسلمين يا خانو رفيقي، وبفوتوا من مصر من العراق من دول كثيره يعني مسلمين، حابين يبقوا معنا. بس ولكن بالجروب مفكرون انسانيون عم يصير ضغط من الادمن، يعني بكلمه واحده رفيقي من اي شخص، يعني هلا نحن نشتم مثلا دينكم انه غلط، نبيكم كيف ينكح بنت صغيره، كيف النبي انه اخلاق او اخلاق رائعه هو يعني ياخذ بنت صغيره، تعرف انت الحكي هذا ما بيزعلوا. ولكن احنا كادمن متى ما قال انتم للحاد والصين، انتم بتتجوزوا اختكم، انتم بتنموا اختكم، يعني هو هيك يفكر، عرفت؟ اكيد اكيد. ثقافي هو الشاب المسلم عن جد ما عنده ثقافه، بيعرف انه الاسلام منعه انه من النكح مع اخته او هيك. انا ما راح افوت بالتفاصيل طبعا، خانه هو راح معه السها يعني والمداخله، بس ولكن اتمنى من الادمن يكون بيكون عنيفين شوي، عرفت وين القصه؟ بجروب مفكرون انسانيون خصوصا، يعني في كثير اعداد يعني مصطفى محمد، عفوا محمد، يعني قصدك نعاملهم بنعومه لاحبائنا المسلمين. يعني هلا ليه نحن ما احنا جايين لنقول نحن افضل منكم ولا هن افضل منا، هن بيعرفوا حالهم ونحن بنعرف، اذكر القصه. الله يظهر يا محمد، انت مندس الصلعمي. لا انا مش من، انا عم بمزح معك يا رجل. لا انا بفهمك، انا بتابع حلقاتك كثير. اكيد لا انا عم بمزح معك، يعني بصدق انا عم بمزح معك، بس بصراحه حق معك، يعني هو لازم، يعني اذا صار شيء من هالقبيل هذا يعني ما ضروري تعمل له بلوك، ممكن تعطيه تحكي معه بنبره عاليه، بس ما هو شرط يعني عم تعمل له بلوك تطرده، يعني لانه انت هو اصلا بالنهايه يعني من اهلنا وناسنا ومجتمعنا، يعني نحن بدنا نجيبه على الطريق الصح، على الطريق الحق مثل ما بقول. وين اكيد هلا ليك هو بده ياخذ اول شيء يخاف يحكي، بعدين ياخذ الامور ببساطه، بعدين يتعود على شوفه الحكي. يعني ما بتعرف في ملحدين عندنا عرب على فكره، في مسلمين على فكره في بعض مناطق سوريه والعراقيه والالخ ما بيعرف انه المسلم في ملحد عربي، عرفت؟ بيعرف يمكن يشوف مسيحي، يعرف الاديان او يعرف كذا، بس ملحد لسه عم بسمع عن فيه، او الشيوعي في بعض المجتمعات الحديثه. قال لك شغله، اليوم كنت عند دكتور الاسنان، الدكتور هو هندي بوذي، ودكتور يعني دكتور متخرج من بريطانيا الزلمه، وعم يشتغل ببريطانيا. صدقني قلت له الملحد، قال شو ملحد يعني ما عم بفهم شو الملحد يعني. قلت له ملحد ما بتعرف ملحد؟ قال لي ما بعرف عن جد ما بيعرف. صحيح، وببريطانيا كمان عم يدرس وهيك ما بيعرف، يعني عم دارس بالضبط يعني، فما بالك مناطق سوريه وشعبنا الجاهل، يعني ما بيعرفوا شيء اسمه ملحد نهائيا. بدي اعلق اشاره صغيره بس اخر مداخله بدي اطلع، لاني تاخذ وقت مع الرفيق. تفضل تفضل. لانه في اصدقاء بدهم يحكوا كمان، كان قصه المسلمين خلق، يعني كيف بيعرفوا انه خلقهم الله، عرفت؟ على الارض انه يعبدوا،
وبالاخير هني صاروا يدافعوا عن الله. شفت القصه هيك بيعرفوا انه واحد ما فهمت ايش هي هاي؟ يعاقبك اكيد صح. انتهى بيعاقبني يعني هاي النقطه لازم على طول نفهموا لي اياها. وانا بشكرك وبشكر العفو اخي خانم وبدي تحياتي لكل جروب مفكرون نور وساره وزكي وطابور الرفاق الادمنات واشكي وفي أكيد أكيد. أنا بتشكرك كثير أخي محمد وأنا بتمنى تكون ضيف مستمر علينا وتحكي معنا بكل الحلقات يعني وتناقشنا ونناقشك يعني يكون في كنت زيك. على كل حال الإسلاميين إن شاء الله نعمل معك حلقة. إن شاء الله إن شاء الله أكيد أكيد. طيب رح في معنا اتصال. شكرا أخي محمد شكرا لك كثير. أظن نور اتصلت فينا وبدنا نرجع نتصل فيها. يا ريت يا نور إذا سمعتي تردي علينا و... طيب خلينا نشوف نور. أهلا نور تفضلي. مساء الخيرات. أهلين أختي نور تفضلي. خانو عم تقول لك كيف خانو؟ اهلا وسهلا حبيبة قلبنا هاي. اليوم الحلقة كتير حلوة كونوا عن المجموعات يعني واخيرا جهدنا لا يذهب هباء لا بتهجير ولا بتذكير حساب ولا بابلاغات. انت على الهواء مباشرة يعني ممكن تحكي اللي بدك اياه بدون ما حدا يهكر عليك. تفضل. حبيبة قلبنا هاي احلى ادمن. انا اول ادمن عرفتها بالإحد. نور نور منين انت؟ سورية من دمشق. انا من الشام. من الشام. على على راسي على راسي الشام واهل الشام وياسمين الشام كمان. حياتي شو بدي اقول لكم بس انا ما بعرف اذا معي نت بيخدمني يعني بدي اعمل مداخله سريعه لكن نحن كنا رد فعل ما حدا يلومنا رد فعل اقسى من الفعل دائما. أكيد أكيد. نحن ضرينا خايفين من الديب صح ونحن كنا الغنى لحد ما أكلنا الراعي نفسه. نعم أختي نعم نعم عم نسمعك تفضلي كملي. نحن لما عملنا الجروبات بدنا مساحة للحكي بدنا صوت ما يوصل. نحن ناس كتير صاروا عم يزعجونا كتير عم يدخلوا بتفاصيل حياتنا صح ولا لا؟ أكيد طبعا. الناس بتقول لك كيف تاكل وكيف تشرب وكيف تلبس وكيف تمشي وكيف 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 وإلى آخره. هاي ناس صعب تعيش معها يعني لدرجة إنه أحيانا نحن بتلاقينا مدمنين في صرنا يعني حتى بهاي نحن أساؤولنا نحن بعرض الواقع ما فينا نعيش معهم. لجأنا لعالم تاني عالم افتراضي يمكن يكون أكيد له مساوئ لكن أريح بكثير من عالمه. صدقيني نور صدقيني انا مالي اصدقاء بالارض الواقع نهائيا غيركم انتم بالعالم الافتراضي هذا وانا كثير ممنون من هالعالم الافتراضي هذا ويعني مستمتع فيه مليون مره اكثر من الواقع. وبهالعالم الافتراضي اكيد اكيد جهودنا كلها راح نحوله للواقع بكل تاكيد يعني بكل تاكيد بدون أدنى شك بدون أدنى شك. نحن بالنهاية بدنا نتيجة للي عم نشتغل عليه. نحن ما بدنا نضل والله نحن عارفين الوصلة تبعيتنا شو هي. نحن بدنا هن يفهموا هن يستوعبوا إنه على الأقل لو كنا نحن مثلا اعتبرناها بحرب فكرية طبعا ما فيها سلاح ولا فيها أي شيء هي لو كنا بحرب نكون عم نسجل نقاط لا خسارة ولا ربح مثل ما أنتم موجودين نحن موجودين. لا لا صدقيني ما المسألة فيها خسارة وربح ونحن اللي عم نربح. ويمكن انت أدمن بتعرفي انه في كتير ناس بدخلوا لعندك مسلمين وبيطلعوا ملحدين يعني وما بيطلعوا بيتموا. صحيح 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 صحيح. حتى لو كانوا انقلابا كما يقال اسود يعني لا يعترفوا فيه لكن تحس يعني من خلال منشوراته ومن خلال هن صار في نوع من الانقلاب الاسود ضد الاسلام والتخفي و ما شاء الله. صحيح يعني. وهي بداية بداية أختي بصراحة هي بداية يعني اليوم مسألة البداية صعبة ممكن أسألها شغلة بس تفضل خانة تفضل
بدي اسالها شغله الاخت نور. طبعا الاخت نور هي عالمه اجتماعيه. هلا انت هي سامعتني؟ تفضل تفضل يا خالد. اخت نور انت هلا انت عالمه اجتماعيه، انا بعرف انها عالمه اجتماعيه، وهي على فكره شو اسمه الها بالشغلات هاي والالحاد وشغلات هيك. هلا ليش بخلي يعني ناس انه هي اقليه انه تطلع؟ احنا اقليه نعترف، احنا مو كثار، لانه ما بحب اولد انه ملحد وكذا كذا الا بعائلات قليله جدا. لكن انه احنا شو اللي بخلينا انه احنا نحارب الشغله هاي، نحارب الظلم هذا اجتماعيا؟ ممكن تفسر لي اياها؟ هو تفضل كفي. عم بسالك انه شو نحن بما انه نحن اقليه وكل الناس تعرف انه نحن اقليه، شو دافعنا؟ هو عم بسالك انه شو دافعنا بما انك عالم اجتماعي، شو دافعنا انه ندافع عن او نهاجم الاسلام مثلا، او نهاجم الفكر الغيبي، نهاجم الدين وندافع بشراسه عن الفكر الالحادي؟ تفضل. شوف دائما الحقيقة مكلفة، تمام؟ والناس اللي بتمتلك قدر معين من الجرأة والقوة يعني بشخصيتها وبتركيبتها هي الخاصة، هي اللي بتحمل زمام الأمور للتغيير. مو أي إنسان بيقدر يغير. صحيح صحيح. بس لكن أنا ضميري بده يكون مرتاح بالأيام الجاية، تمام؟ لما حيجي ابني وابنك وابن الباقي يقولوا ليش ما عملتوا شيء؟ رح أنا عملت اللي علي. أنا هذا اللي قدرت أعمله وعم بعمله. أنا ما بدي يكون بيوم من الأيام جاني والله زار، أنا ما سكتت مثل ما سكت البابا بالضبط واللي قبله. هذا كنت أقوله، صح ولا لا؟ صحيح. لو أهالينا حاكين كان ما احتجنا نتعذب نحن، لو أجدادنا كمان سايرين على هالفكر الخرافي هذا كان ما احتجنا، يعني مثل هلا مثلا الأوروبيين كانوا وفروا علينا كثير. بالضبط بالضبط، عن جد كانوا وفروا علينا كثير. وعندنا إرث ثقيل كثير بصراحة، يعني ورثنا ورثة كثير ثقيلة علينا حقيقة، وعليها كثير شركاء للأسف الشديد. للأسف الشديد. طيب أنا بشكرك كثير أختي نور، وبتمنى بصراحة يعني تكوني ضيفة دائمة عنا مثل ما بقولوا على السكايب على الأقل. أنا بعرف ظروفك ما بتقدري تجهري، ما بتقدري تطلعي صورتك، ولكن على السكايب تعطينا آرائك وتناقشينا. يا ريت يا ريت. شكرا كثير، شكرا كثير أختي نور. طيب في معنا الأخ أحمد، خلونا نتصل فيه. اتصل فيني و كنا مع الأخت نور. يلا يا أحمد يا حبيب الملايين. يا أحمد أنت فين يا أحمد؟ أحمد كمان هو مدير لجروب اديله واحد آية. تفضل أحمد. يا مساء الفل على الناس الحلوة. مساء الورد حبيبي. تفضل حبيبي. أهلا وسهلا. ازيك يا جانو؟ هلا حبيبي. والله يعني انا قلت اتصل بيكم دردش على موضوع الطفل يعني الذبح. تفضل احمد تفضل. يعني احنا انا شايف صور كثيره للطفل المذبوح دوت وفيديوهات كثيره، ومش عارف يعني هل نشر حاجه زي كده دوت بيساعدنا ان احنا نوضح صورتهم القبيحه، ولا ده بيجرح مشاعر الاخرين؟ يعني انا في ناس كتيره بعتت لي بعد نشر الفيديو ان المنظر كان صعب وان مشاعرهم اتاذت وفي ناس ما نامتش وفي، يعني انت راي الاخ خانو بما انه يعني ادمن لكذا جروب، رايه ايه في الموضوع ده بالنسبه للفيديوهات القبيحه اللي بنشروها الصلاعمه؟ يعني سمعت خانو؟ ممكن اجاوب؟ تفضل تفضل. هلا احنا الهدف من النشر، انا طبعا ما نشرت الفيديو اللي هم ماسكينه على البيك اب وعم يذبحوه، انا اللي حرق دمي يوميتها انه السكينه مش ماضيه، عماله عم بقطع فيه تقطيع. حتى لو انها يعني شاة او خروف انه تكون السكينه اقل ما فيها ماضيه، صح ولا لا؟ بالضبط، عشان يعني برضه ما تعذبش الذبيحه، انما ده بيذبح. انا الهدف من النشر، انا طبعا ما نشرت انه مقطع الذبح، نشرت اللي قبله
على جروبات تحت، تعرف انه بتعرف سياسه الفيسبوك طبعا ضد الملحدين، لانها هي 700 كانهم سعوديه بيدفعوا له مارك، ما بعرف شو القصه. في شيء زي هيك عم بيصير، في شيء غلط عم بيصير. انا بس الهدف من النشر لما نشرت شغلات زي هيك كان انه نطلعوا بشاعة دينكم. ما في اي تبرير، ما في اي تبرير انك تذبح طفل. طفل طفل انت جايبه السيرون بايده، السيرون كله بس كامل منظر يعني. فانا مش عارف هل نستمر في نشر هذه الفيديوهات والصور المزعجه جدا للبشريه والادميه، ولا احنا نعمل ايه مع اولاد اليزينة دول؟ الواحد احتار معاهم بصراحه. لا ما بدنا ننشر اكيد يعني، احتراما لاهل مثلا احتراما لاهله يعني، هو اكيد له اهل، له ام، له اب، بس احنا بس ننشر فظاعه هذا الدين. مو للدرجه هاي، مو للدرجه هاي انه انت طفل مريض اصلا انت جايبه اجره، هاي اجره، هاي جبصنه جبصين عليها وايده فيها السيرون، عمالك عم بتجيبه عم تذبحه قدام العالم كله. عم بقول لكم اوصوني، تقول احنا ما عندنا قواص، عندنا ذبح. انا فرجي شو هاي المعارضه المحدده اللي بتدافع عنها امريكا الصهيونيه، بتدافع عنها السعوديه، هم المعارضه المحدده. انا هدفي سياسي اكثر من انه هدفي ديني. الذبح موجود بالاسلام، ذبح ذبح اوكي، ما في محمد ما كان عنده كلاشن. طيب طيب خانو صراحة هو أنا ممكن أعطي رأيي كمان أخي أحمد إذا طبعا تسلم تسلم يا طيب. يعني هو النشر هذا بصراحة أنا ما شفت، أنا قليل يمكن بدايات أول ما بطلع الدبح والمسائل هاي شفت منظر وما عدت أشوف يعني الطفل هو عم يندبح، أكيد ما بقدر أشوفه وما شفته أنا يعني، وحتى إذا شفته على السريع بشيل الصفحة إذا كان بداية الفيديو يعني. في شغلة نحن كتير كمان متغفلنا عنها يعني، هو الطفل هذا مجند يعني، تجنيد الأطفال الموجود عنا يعني، إن كان من عند الإرهابيين جماعة الجيش الكر، ولا من كان عند جماعة العلويين، ولا من جماعة الشيعة، كلهم يجندوا الأطفال وكلهم يقتلوا الأطفال. يعني ما أنه نبرك اليوم والله جماعة محمد هن المعارضة، لما بقول معارضة يا أخي ما في شيء اسمه معارضة، اثنيناتهم أنجس من بعضهم، النظام ولا معارضينه، هدول إخوان مسلمين، هدول إخوان علويين. علويين نعم بالضبط، يعني اثنيناتهم من شرش محمد. ممكن أحكي كلمة؟ تفضل. يعني إنه بما إنه قصة الولد هذا إنه شاغل المواقع الاجتماعية وشاغل كل شيء والملحدين وهيك، إنه ما نفوت مهاترة ضد حدا ضد حدا، كيف؟ التنين أزبل من بعض زي ما بيحكوا. بالضبط. التنين أوسخ من بعض. وشايف الأطفال يعني، هلا الطفل هذا ما له ذنب. يعني أنا قارئ القوقعة. وعارف إنه هذا الحكي موجود. اللي هو اللي بيحكي له بس، إنه إذا كان هناك ثورة سورية، هاي خنجر في قلب الثورة السورية. كان لما اكل قلبه او كبده بعرفش ايش، قتل واحد اكل قلبه، وهي المره الثانيه فهي هاي طعنه النهائيه يعني. يا خانو الثوره السوريه عاشت 6 شهور فقط، قتلوها وميته من زمان وطلعت ريحتها وخلصت. ما تزعل مين لما بنشر، انا بنشر بس ضد هدول العام الزباله. بالضبط، هدول الموجودين لا ثورة ولا خرى. بشار الأسد نجح نجاح كامل إنه يحولها إلى طائفية، وجاب الإخوان المسلمين طالعوا من السجون، كلنا نعرف هالشيء هذا يعني. داعش طالعوا من سجونه وقالوا اطلعوا روحوا سووا داعش وسووا غير داعش يعني. فالمسألة كلها طائفية صارت، والشعب يعني جاهل. أنا ما بدي أسميه شعب غير بأسماء تانية. أنا كنت حاط منشور عندي على صفحتي إنه طز فيكم كل أطيافكم. بالضبط بالضبط بكل الأطياف. تعرف شو الثورة السورية سوت؟ تفضل تفضل.
كانوا يدعوا انه هم انه انسانيين وبحبوا بعض والحكي هذا كله تحت الظلم كان. اوكي الثوره اجت ترى شو سوت؟ كشفت هذا الشعب، شعب يعني عيب احكي السوريين شرفاء، ما عيب احكي، لكن كشف انه شعب حقير. انا بكره جاري، انا بكره اخوي يا اخي، اذا هو بربح اكثر مني بكرهه لو انه اخوي. ايوه الحقد معنا في مصر بشوف برضو الكلام ده، احقاد رهيبه وامراض نفسيه غير عاديه. قال لك شغله، عايز علاج ولا عايز تعليم ولا ايه ولا ايه ولا الناس دي عايزه حاجات كتير قوي. قال لكم شغله شباب، يعني انا من المجتمع السوري، انا من المجتمع السوري، ولدان بمدينه حلب وعايش فيها بطفولتي، بعيني انا شاهد عيان اثنين حادثتين، كل حادثه على انفراد طبعا. اخ يقتل الاخ في طلق ناري امام عيني، حادثتين منفردتين، يعني انا طفل شاهد عيان على حادثتين، اخ يقتل اخوه، اخوه ابن امه وابوه، ابن امه وابوه، واحد منهم جارنا والثاني من حارتنا في يعني مو بعيد كثير عن مسكننا. فهادو هي نحن جماعه بنكره بعض الى ابعد الحدود، ورتونا ثقافه الكره، يعني ما بنريد الخير مو لاخونا، ما بنريده لو ابننا، يعني عنا اللي مجتمعنا الاب ما بيريد الخير لابنه، صدقوني ما بيريد ابنه يكون احسن منه، امراض نفسيه وحاجه مش بشعه، مجتمع مريض بالكامل. يعني نحن بدنا نحكي، ما انا جاي نقول والله الشعب السوري العظيم، لا شعب ما هو عظيم، شعب منحط ما هو عظيم. اي سوريا عظيم بس الشعب مو عظيم، لا لا لا، ولا سوريا ولا شيء، اللي بساوي سوريا شعبه، يعني ما في بلد. هلا مثلا بريطانيا، مين مساوي بريطانيا؟ بريطانيا بريطانيين بالضبط. احنا بارمينيا، وين بيشتغلوا اثنين ارمن بسي ارمينيا باي مكان بالعالم؟ بالضبط، خذ الشعب الارميني حطه باي مكان بصير ارمينيا، بالضبط، خذ سوريين حطهم باي مكان بالعالم بصير سوريا. فهي هي نحن انا عم بقول لك، انا شاهد عيان كطفل اثنين اخوه بحادثتين منفردتين قتلوا بعضهم بقواص بالمسدس، يعني فعلى اي شعب، يعني نتيجه حتميه اللي عم بيصير هالقتل والتدمير والذبح، ما عندنا ضمير نحن يا باشا. كل ده موروث من صلعه، بالضبط، كان دي امراض صلعه من النفسيه، والعرب سكان شبه الجزيره هي دي امراضهم النفسيه اللي ورثوها بالاحتلال لما راحوا الشام وراحوا مصر شمال افريقيا، دي امراضهم كلها، لان بدليل انه إن الامراض دي مش موجوده الا في الناس دي بس. يعني انت يعني احنا سافرنا، انا رحت وسافرت بلغاريا ورحت كندا، الامراض دي ما شفتش النفسيات الفظيعه دي الا في الشعوب دي بس، انما بقيت الكره العربيه عايشه في سلام وفي امان، يعني مفيش حبيبي. ابو حميد بسالك سؤال، ابو حميد بسالك سؤال، هو مصر دي بس موروثات صلعم واهل صلعم وثقافه صلعم المجرمه العنصريه العنيفه؟ بالضبط اخي احمد، بالضبط. بسالك سؤال بس، تفضل. انت لما تشوف مسلم اول شيء بسالك شو دينك؟ واي منطقه انت؟ حتى يحدد طائفتك من ضدك كفرك ولا غير كفرك؟ لا خانو صدقني، ما بسألك شو دينك، بقول لك بتصلي ولا لا؟ ما بسألك دينك شو، بقول لك عم بتصلي ولا لا؟ يعني هو اخذ بصلي. طب كيف بتصلي اذا عملت له هيك انت؟ يعني المسلم ما بفهم انه في شيء غير مسلم، يعرف انه هذا مسلم، يعني اذا مثلا شغل واحد عشان يكفرك بس، بالضبط. ما بقول لك اذا بتصلي ولا لا، بقول لك اذا انت مسلم ولا لا، بقول لك انت عاوز حاجه واحده حتى يكفرك وتصير انت كافر دينه. ايوه انت ما بتصليش انت كافر، وانت ما بتجيش الجامع ليه؟ وانت لا ويدخلوا في خصوصيات، مظبوط مظبوط. انت نفسك كده ليه واختك المسلم يا معلم؟ تحيا مصر الفرعونيه. صحيح يا اخي، احنا طفشانين منهم، واحنا لا عايزين نشوفهم الا لما يتغيروا، ولا هنرجع الا لما يتغيروا ويفهموا ان هم على الغلط. زي مش ما راح ترجع، باسلوب حياتهم الفظيع ده اللي كله امراض نفسيه. ما نرجع، انت جام ترجع كثيره،
القرف ده، وامتى هيتغيروا وامتى هيحصل التغيير، وهل ممكن ازاي يعني، وامتى وانهي جيل هيشوف التغيير اللي كان هيشوف التغيير؟ جيلنا جيلنا اكيد احمد، صديقي احمد صدقني جيلنا راح يشهد التغيير، ونحن اهل التغيير راح نغيرهم غصب عنهم من هالافكار التافهه. انا اليوم اول مره دعيت بحياتي ترى، شو دعات هاي؟ اللهم انصر المسلمين على المسلمين الثانيين. انتهوا الى دينهم يا اسماء، جننونا كفي، عن جد بكفي، عرفنا ما عرفت الزخام بسيطة. طيب أخي أحمد أنا بشكرك كثير، وأخي دانيال مستني لنتصل فيه. يلا بشكرك كثير أحمد وأكيد لنا لقاءات مع بعض. تشرفنا كثير أحمد، تشرفت فيك كثير أحمد. في عنا الأخ دانيال بده يداخل. أخي دانيال يا ريت ترد علينا. هذا ما عندنا معاه كلام. تفضل دانيال. الويتنج ليست، طيب حظك بيجي ويتنج ليست يعني. شو خيو؟ صديقي خالو لجميع المشاهدين. حبيبي حبيبي دانيال، حبيب قلبي. يسعد لي مساكم، حبيت شارككم بشكل سريع رأي سريع. أنا عادة جانب يعرف أنا بعيد عن السياسة، أو ما بحب أحكي بالسياسة، لأنه السياسة بحق ذاتها بتخلق مشاكل، حتى لو كان ما في مشاكل بتجيب مشاكل. أصل الدين حبيبي، أصل الدين. التعاطي بالمطبخ السياسي هو الكذب، فبده يكون الواحد محترف كذب ونفاق، وبيبيع كرامات الناس ودماء الناس ليقدر يكون رجل سياسي. هون اللي رجال السياسي بتعريف بسيط عنهم. الثورة بسوريا بشكل عام بدأت كثورة، أنا كلبناني بعرف الواقع السوري، وجان كسوري بيعرف الواقع السوري. الثورة فعليا بدأت كثورة. كيف بدأت الثورة؟ في شباب ما بدها تخدم جيش 3 سنين، لانها ما بدها تضيع من عمرها 3 سنين، طلعت عم تقول الغولنا الجيش، في شباب طلعت عم تقولوا امنونا وظائف عمل، في شباب طلعت عم تقولوا حصنوا الحاله المعيشيه، حصنوا الطبابه، حصنوا المدارس، و و و والكثير من الامور. خرجت ثوره شعبيه عم بتطالب بتحسين الامور على من النظام الحاكم، هذا النظام عمره سنوات طويله ما في شيء كان، يعني ما كان عم بيصير في شيء ضده. انما بس بلش شيء اسمه الخريف العربي، هيدي الناس قالت لك بركي بيكون في صور فرصه ايضا نظام يحسن من بعض الامور ويحسن من بعض يعني المسالك. انما اللي ما بيعرفوه المستمعين او البعاد عن جو سوريا ما بيعرفوا شيء اسمه المخابرات الجويه، ما بيعرفوا المخابرات السريه الموجوده بسوريا. 17 فرع مخابرات. نعم نعم، نحن ما عندك جن، ما عندك حق. الجيش السوري ما عرف نحن شو يعني واحد يروح على المزي وعلى دير الزور، ما بيعود يرجع، الله ما بيرجعه عصيده. كان عندنا بلبنان جان صدنايا، صدنايا سجن، صدنايا سجن تدمر و احسان، هذول سجون خلص الفايد اختفى، الله بعد شو يعرف وين. وعندنا كان بلبنان شيء اسمه البريفاج، كان عندنا يعني بسكرون للضباط السوريين اللي موجودين بلبنان، يعني اليوم بسكرون جامع جامع حاكمين حاكمين حاكمين. انا قصدي الجمهوريه اللبنانيه كان تحت تصرف هذول فقط لانهم علويين او تابعين للنظام العربي. فالسنه بسوريا بالحقيقه كان مستضعف، الباقي الطوائف يعني يعني موجوده بسوريا مستضعفه، الحكم مسيحي علوي بكل بساطه، الشيعي ما بدنا نحكي فيه لانه ما له وجود اساسا يعني. انا مطلع على الخريطه السياسيه السوريه. فخرجت عشان نكون صادقين، خرجت هذه المظاهرات مظاهرات عفويه، انا وجان نزلنا يا اخي زبطوا لنا الوضع، حصنوا لنا اوضاعنا. فاجئوا الناس بعد 3 4 اشهر بلش اطلاق النار عليهم، بلش القتل فيهم. هيدي الناس تراجعت، تحولت الثوره لشيء بعيد عن الثوره. تدخل الغربي، تدخل فلان، تدخل السعودي، تدخلت القذاره الاسلاميه، تدخل السيف المحمدي، تحولت من ثوره الى هبره. بدناش نفسر اكثر من هيك يعني، وصار يموت هيدي الناس وصارت تروح ضحايا. هيدي حقيقه الصراع بسوريا. صارت طائفية للأسف الشديد، صارت حرب البثوث يعني، مثل صارت حرب الجمل. بس جان هي حرام يعني بالأساس، مش مثل ما بيقولوا يعني، مثلا تقعد تسمع بعض وسائل الإعلام بيقول لك هي كانت محضرين للغرب، مش صحيح. نحن بنعرف مين اللي بلشوا، مين اللي طلعوا فيها، يعني أشخاص مثلنا مثلهم يعني، إنه ظبطوا لنا الوضع. جان أنا بدي أسألك سؤال، أنت وقت كان عمرك 18 سنة، لو ما رحت خدمت 3 سنين من عمرك ضيعتهم بالجيش، كم دورية شرطة كل يوم بيجوا لعندك على البيت؟ قال لك شغله، انا بصراحه ما خدمت، هربت؟ لا كنت ادفع فلوس.
يعني نحن جيشنا جيش الرشاوي. أيوة. بصراحة أنا يعني كنت أدفع 2000 ليرة سوري كل شهر وأروح أشتغل. كنت العميد الركن هذا كان أروح أقبضه وأروح على بيتي، واللي ما معه مصاري كان يروح على الجبهة ويبعثوا له هون وهون. أنا كنت أروح أدفع له للعميد الركن وأروح على بيتي أشتغل بحلب. 3 سنين بضيعوا من عمر الشاب السوري، بالضبط، من 18 لعمر ال 21، وفي ناس تاخذهم ل 22. بالضبط. لا شيء يحرق دين اسرائيل، اسرائيل ما في اطلاق نار معنا من 20 سنه، هذه الحقيقه. خلص انتهينا بموضوع اسرائيل. ولا راح يطلقوا، ولا راح يطلقوا. بس يصير عمرك 18 سنه، اذا ما رحت انت حق الدجاج تصبح مطلوب للعداله، بلش تناحق، ما فيك تفوت على مركز حكومي، ما فيك تعمل شيء، تتحول مثلك مثل المجرم، مثلك مثل السارق وهربان. النظام عم بيحولك لهيك. فهيدي الناس بشكل عام يعني، وفروع المخابرات وبلطجة العلويين المتواصلين مع الناس بالنظام، بيمشوا بسيارات، كنت تطلع على حلب انا او على الشام على الست زينب ايامها، يعني بيمشوا بسيارات مقيمه يا وليد تابعين للنظام، هن مش بالشرطه ولا بالمخابرات ولا بس شبيحة. فهيدي الناس طلعت لتوقف هالامور. كل البلاد العربيه موجوده. ضبطوا المواضيع. ما طلعت ببالها. انا من رايي لو السوريين كانوا عرفانين موضوع سوريا بده يوصل لهون لما طلعوا بمظاهره. انا بعرف الشعب السوري، الشعب السوري بيبحث، يعني غير مشكلته المشاكل الاجتماعيه اللي ذكرتوها انتم وانا بايدكم فيها، لانه بيجوا على لبنان مثلا، انا كلبناني بيجوا على لبنان بدهم يشتغلوا بخزقوا بعض بقلب لبنان، بفيروا بعض من الشغل ياخذوا محلات بعض مثلا، يعني كنت شوف شيء منهم انا فعليا غريب، يعني اكتشف انه ما يحبوا بعض. بس انا بقول لو انه كان عارفين رايح مصير هالبلد لهون، انا بظن ما كانوا طلعوا بثوره وما كانوا عملوا هالامور كلها، يعني اللي وصلت البلد دمار، يعني البلد سوريا ما بقى ترجع. بقول لك سوريا ممكن ترجع بلد. انتهت سوريا، انتهت هلا سوريا ما ترجع. اسمع، حمار اللي بيحكي انه سوريا رح ترجع. بالضبط. انا كان هيدا بس رايي، وعندي بعد مداخله بسيطه بموضوع. تفضل دانيال، تفضل. الفيديوهات اللي عم تأذي مشاعر بعض الناس، هيدا انسان قتل بدم بارد، يعني تم قطع راسه او ذبحه بدم بارد. فانا مدراء الجروبات الحديه، انا من رايي بالعكس ينشروا ويكتروا من هيدي المناشير ليعرفوا الناس على حقيقه هذا الاجرام، وحتى ما يروح دمه لهذا الطفل مثل ما بيقولوا، او هذا الرجل او هذه الامراه او هذا الشاب او هذا الشايب او هذا الشيخ، يروح يعني ببلاش مثل ما بيقولوا، او يروح يعني ما حدا يسمع فيه، خلوا كل الناس تشوف حقيقه هذا الفكر، حقيقه هذا البشر. ومش ضروري نصورهم على انهم صوار، ولا ضروري نصورهم على انهم كذا، هذا الفكر الاسلامي بكل بساطه. هذا الاسلام سوار، شو سوار؟ سوار الصحراء هذول هي ثورة بخش، ما بدي احكي انجس بالحكي، يعني مثل ما بقولوا هي ثورة، هي يعني هو يعني تاخذ واحد من المشفى معاه مرض تلسيميا تذبحوه طفل، هي رجالك يا ابو الشهر؟ ليش ما يرجعوا؟ ما عنده غيره. في البان عم بيقاتلوا سوريا، في شيء شنيع عم بيقاتلوا سوريا، ما بعرف ما عم بيقاتلوا سوريا. امبارح كان في واحد من المريخ نازل، انا مربي درن كمان، كان من انبياء محمد وقت اللي طار على البغل تعرف عليه وهداه بالمريخ، فنازل كمان بده يقاتل بسوريا. يا للاسف الشديد ما تم افغاني، ما تم كوري، ما تم كلهم رجعوا على سوريا للاسف الشديد. اليابان صار يجوا، الجيش الياباني صار لنا حبيبي جاد، بده فيه بالحلقه وبس كثير. شكرا كثير اخي دانيال. بس قريبا معك جاد، حطيت لي حالك انت، حضر لي حالك ولا تهرب. امرك ماشي. يلا سلامات. طب الاخ محمد رجع اتصل، عم بيقول في ابن عمي راح يحكي. تفضل اخي محمد، ابن عمك بده يحكي، تفضل. ايه استاذ جن، الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، تفضل. كيف صحتك؟ اهلا بابن عم قهدا. طيب ممكن نعرف، بس تعرف الاخوه المستمعين على صوتك، على اسمك الكريم. اسمي خالد. خالد اهلا وسهلا فيك خالد، تفضل. كيف صحتك؟ اهلا وسهلا فيك. فهمت ونحكك انه تسلم، هذا انا بعرفه. تسلم يا طيب، تسلم، كلك ذوق. والحكي اللي سمعته هلا بمداخله صغيره، انا دخلت هلا على البرنامج عم بسمعك انه عم تحكي عن موضوع الشيء اللي عم يصير بسوريا. وذكرت حادثتين من فردات اللي هي قتل الاخ لاخوه. بالضبط. فانت عممت
انه هالحادثتين هدول عممتهم على عامة الشعب السوري او عامة المجتمع العربي. وهذا امر غير صحيح، ما فينا نعمم حادثتين من فردات على عامة الشعب. فانا بحترم رايك، ولكن رايك الواحد اذا بده يحكي بهيك امور بده يكون صريح. طيب طيب انا فهمت قصدك اخي خالد، وانا ما قلت عممت على كل الشعب، ولكن انا بدي ارد عليه. بس خلونا اكمل رايي. انا ما عممت على كل الشعب، ولكن انا قلت هي شاهد عيان من مجتمعي الصغير، ومجتمعي الصغير يمثل اغلبيه المجتمع السوري. يعني بمعنى رفضت المجتمع السوري بعمومته. بمعنى يعني ما هو شرط، مثلا في طبقة غنية، الطبقة الغنية ما هو شرط يكون وضعها مثل نفس الوضع الطبقة الفقيرة. في الطبقة المتوسطة ما هو شرط يكون نفس الشيء، ولكن بس خليني أكمل. هذا بيؤدي إلى بناء مجتمع كامل متكامل اختلاف الطبقات، نحن ما فينا نكون كلياتنا أطباء. طيب معلش أكمل فكرتي. اتفضل. فأنا قلت إنه أنا كنت شاهد عيان على حادثتين في طفولتي، اثنين أخوة قتلوا بعضهم. إنه طبيعة المجتمع، أنا ما عم بقول إنه كل المجتمع بيقتلوا أخوة بيقتلوا بعضهم، هذا أكيد لا يعني، ولكن الأغلبية الساحقة عنا بيقتلوا بعضهم وبيكرهوا بعضهم. وحتى الأب، أنا قلت هالحكي، حتى الأب ما بيريد مصلحة ابنه. بالعكس، انا بختلف معك، الشخص الوحيد اللي بيكون بيصبح افضل هو الاب لابنه. صح، بس مو عنا. لا عنا، نحن هلا انت وين عايش حبيبي؟ وين عايش؟ باي منطقه عايش؟ باي مجتمع عايش؟ يعني ممكن ارد عليك. انا من سوريا ومن قلب ومن من انا من حلب ومن ريف حلب ومن الشام. لا لا، ما تقول لي انا من حلب ومن ريف حلب ومن الشام ومن دير الزور. لا بدي ارد عليه، بس حلب. انا من ريف حلب. من ريف حلب، اوكي، بس شو وضعك الاجتماعي؟ يعني ريف حلب دارس قانون. طيب دارس قانون، خلينا من ريف حلب. انت ما بتعرف مناطق الحيدرية وغير الحيدرية وطريق الباب هالمناطق هاي ما بتعرفها؟ عارفه كثير منيح. طيب هل مناطق هاي شو رايك بثقافتهم اللي ما بيعرفوا يحكوا كلمتين على بعضهم؟ انا من الحيدريه يعني، ما جاي من نعم. اقول لك، اختلاف الثقافات واختلاف الطبقات والفئات هي بيساعد على بناء مجتمع صحيح. انت عم تطلب من يعني كل المجتمع. اوكي تمام، انت عم تقول لي انه بيساعد على بناء مجتمع صحيح. هل مجتمعنا صحيح وصل لهالمرحله هي؟ هلا المجتمعات الصحيحه هي نتيجه نظام قائم من مدة 40 عام عم بيستغل الشعب لخدمته. يعني نحن مشاكلنا بس من 40 سنة من نظام البعث. بس ما هوش دقيقة يعني احكي. شوف كيف كان سوريا وكيف كان الأوضاع وكيف كان الديمقراطية وكيف كانت الحرية. أي حرية أي ديمقراطية يا رجل؟ أيام نظام ما كان. اي بس استنى، أي ديمقراطية أي حرية عم تحكي عليها قبل البعث يعني؟ يا أخي سوريا سمت أم الانقلابات، ست انقلابات ذات ولا بعضها. لا يا حبيبي قال لك شغلة، النظام السوري استلم سوريا لمدة 40 عام، عمل سوريا مزرعة له لخدمته، بس لخدمته وخدمة الناس المقربة. تمام معك. فأنت عم بظلم شعب. بس خليني شوف حبيبي، نحن طلعنا من تحت سيطرة الإسلام الخلافي، الدولة العثمانية بداية القرن العشرين. اجت فرنسا حطت لنا شوي برلمان وهالمسائل هي، اشكال ديمقراطية، لكن شعبنا متخلف. طلعت فرنسا سنتين ثلاثة، ايش اطولت؟ برايك الشعب المتحضر شو هو الشعب المتحضر برايك؟ الشعب المتحضر، انا بقول لك الشعب المتحضر ببني حضارة، ببني بصير مثل الشعب الانجليزي. اذا مين ما اجى على الحكم، مين ما اجى، مستحيل يقدر يستبد. أقول أنا بتفق معك، معناته هون اجينا اليوم الشعب السوري بسرعة عن نظام، بده دولة مؤسسات وبده دولة حتى ما بيطغى الحاكم اللي بيجي بعد النظام هذا. لو شو صار؟ اختلطت الأمور ببعضها، دخلت قوى خارجية على البلد والعالم. لأنه نحن لو نحن بنحب بعض ما كان دخلنا حدا.
يعني هلا مثلا خلي ديفيد كاميرون معند ولا بدي ابقى راح يذبحوا بعضهم الانجليزي يعني برايك؟ انا هلا انت يعني كلامك هذا لازم موجه لمين؟ هجومك لازم يكون على النظام مو على الشعب. الشعب والنظام واحد يا اخي. نحن لا الشعب والنظام واحد. الشعب شيء والنظام شيء. لا 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 لا. اليوم انت هل هل بشار الاسد؟ الشعب واحد. طيب. يكون النظام منتخب من قبل الشعب. هلا خلينا نكون واقعيين. بيت الاسد هل اجوا من لبنان مثلا يعني ولا اجوا من استراليا ولا اجوا من المريخ؟ الظروف اللي وصل فيها بيت الاسد للسلطه انت بتعرفها وكل السوريين بيعرفوها. طيب بس اعطيك مثال ثاني نحن مشان يعني بس اوصل لك الفكره انه ثقافتنا هي السبب. مثلا هالدول الاسلاميه كلها خلينا نقول قذافي لا عندهم علويه ولا عندهم سنه ولا عش، وصل حكم البلد بنفس طريقه بيت الاسد، صح ولا لا؟ يستمر بالحكم. بالضبط يعني لانه بس نحن سياسه مجتمع كامل يا اخي. يعني مين ما اجى الفكره مين ما اجى على السلطه يعني ان كانوا حلبيه ولا ان كانوا شوام ولا ان كانوا العلويه ولا دروز ولا الكراد، لو جايين على السلطه بده يسوي نفس الشيء اللي عملوه بيت الاسد. اخي انا بدي اقول لك شغله، اليوم الشعب السوري لما طلع على النظام او بالبدايه طلع عم يطالب الحريه واستقلال وبده يسترد كرامته المسلوبه منه لمده 40 عام، كان هدفه هو انشاء نظام قانوني كامل متكامل الفصل بين السلطات، تحديد صلاحيات رئيس الجمهوريه، تداول سلطه. هذا اللي الشعب السوري بدايه المظاهرات اللي طلع فيها هي طلاب الجامعات. صح طلع فيها الطبقه المثقفه. بالضبط. انت بتعرف مجتمعنا بالضبط. الطبقة الغير مثقفة دائما لما احد المثقفين يتكلم بيسمعوه ويمشوا وراه. جان معلش ممكن احكي؟ تفضل خانم. هو عم بيحكي طبقة مثقفة؟ نعمل سوى طبقة مثقفة؟ للاسف الشديد ما في طبقة مثقفة يا اخي. وين ما في الكيالي يعني طلعت موجودة اخويا. معلش اخ عاشوري معلش اسمعني اخي مثل ما غلط كم واحد اسمع بس اخي معلش اسمعني يا عم اسمع ما في شيء اسمه مثقف بسوريا. معناتها انت نفيت الشعب السوري بشكل كامل 23 مليون ما 23 مليون ما في واحد مثقف غلط. مين بدك اعطيني واحد مثقف. مين غوار الطوشه؟ طبعا مين؟ هلا انت اعطيني واحد مثقف. هي الطاغوت الطاغوت ما اخذ اذن من المخابرات. اسمع انا بعلق ما اخذ اذن من المخابرات مستحيل يكون مثقف. سيد خالد اقول لك شغله حبيبي، عندنا كم واحد المغوط، عندنا اودانيس، اوكي في عندنا كم مثقف، ولكن ما بيكفي. وخليهم 1000 مقابل 21 مليون ما بيساوي شيء يا اخي صدقني ما بيساوي شيء. يعني عندنا انكترت 10 مثقف. خزيان يا الشعب السوري انتم يكتبكم خزيان. ندخل بمتاهات والغايه هي مو الغايه انه توضيح الحقيقه وشو عم يصير. ايه بس فرض اراء راح تكون على عيني وراسي. اليوم المثقف شو دوره؟ المثقف انه يوعي الشعب. نحن شعبنا قبل الاحداث العظمى مثقف اللي هو ابن المخابرات. بس دقيقه الطوشه والابو وديع ولا ايش بدك؟ انا بس دقيقه يعني قبل ما تصير الاحداث شعبنا الأغلبية الساحقة لما بمرض بروح بسوي حجاب عند الشيخ. نحن أنا جاي من أرض من واقع المجتمع يعني بيروح على الجوامع بيقولوا له عليه الشيوخ. معك هون في جهل. طيب أسألك سؤال واحد جاوبني عليه. بعض الطبقات ولكن هذا لا يمكن تعمم العام. يا اخي بدي اسالك سؤال جاوبني عليه. اتفضل. احتلال الطبقه او اللي هي الرقه هاي الطبقه هي مدينه من الرقه. الرقه اوكي. هل هي ثاني؟ اسمع انا كنت بالسجن يوميتها، ترى شو هاي ب 2011
سجل معي واحد من إدلب حكى لي إنه إحنا راح نأخذ الرقة. واخذوها. مين أخذها؟ داعش. أنت موافق مع داعش ولا مش موافق؟ بس أسألك سؤال. جاوبني عليه بصراحة. أنا ضد داعش وأنا ضد كل تشدد يعني اللي بيفرض. أنا مو مع النظام. اسمع. أنا مو مع النظام. إني عن رب هيك نظام. ماشي؟ لكن أنا ضد إنه الشعب ينظلم. شباب هو بصراحة يعني أنا البرنامج هذا ما هو للسياسة نهائي. خليه عادي 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 جان خليه. المجال السياسي اللي أنتوا عم تخلط ما بين اللي ما بعرف غاية البرنامج هو إظهار الإلحاد، محاربة الإسلام، الدخول بأمور سياسية، كلها عم تخلطوها ببعض. مين قال لك إنه بحرام الإسلام؟ بحرام الإسلام؟ اسمع أنا مسيحي. أخي. أنا بحرام المسيحية. ينعم رب المسيح غيره. يا أخي أنا هلا أنا مو غايتي انه ندخل بهيك مجادلات، ولكن الامور اللي تكلمتوا فيها هي خلط ما بين عدة اشياء. هيك مش اسمع الامور شو نسوي شو نسوي انا زلمه شيوعي، انا ضد المسيحيه، اهلي اصلا بيكرهوني لاني. خلينا نسمع الاخ خالد. تفضل خالد. خلي احكي. نعرف حتى قال لك يمكن في عالم عم تسمعنا بدنا نوصل شو هو الخلاف اللي او شو هي المشاكل اللي عم يعاني منها المواطن العربي او بالاخص المواطن السوري. المواطن السوري مش عم يعاني يا ترى ثقافات دينيه، ثقافات قانونيه، عادات وتقاليد معينه مفروضه على المجتمع، شو هي في نجمع بيناتها كلياتها ولا لا؟ هو ما كان يعاني شيء غير لما دخل الدين بالموضوع، لما اجى جماعات دينيه دخل بالموضوع. طيب انا يا خالد ثقافتنا نحن ثقافه المجتمع السوري ومجتمع المنطقه عموما ثقافه اسلاميه بحته، عاداتنا تقاليدنا مستمده من الدين حتى الاحوال المدنيه. بس اكمل يا شباب بس دقيقه واحده خليني اكمل فكرتي. ما بصير عاداتنا وتقاليدنا مستمده من الدين، قوانيننا اغلبها مستمده من الدين. خلونا اكمل يا شباب. طيب واحد يحكي بس يخلص والثاني يحكي يا شباب، يعني مشان خلينا نتعلم الحوار شوي. نرجع من البدايه، عاداتنا وتقاليدنا مستمده من الدين، قوانيننا الاغلبيه الساحقه مستمده من الدين، الا بعض القوانين العلمانيه اللي جايبينها وما بننفذها حيعطينا صوره، الاعراف وكل اشيائنا اعيادنا تقاليدنا كلها مستمده من الدين. الدين هو المحور الاساسي لثقافتنا. الدين بنصحى الصبح بنقول بسم الله الرحمن الرحيم سبحان مقسم الأرزاق واللهم، ولما بننام بندعي لرب العالمين. شو الغلط؟ الغلط انه ثقافتنا كلها مبنية على الدين والدين اصلا خرافة. يعني شو تتوقع من هيك ثقافة؟ هل برأيك كيف خرافة الدين استمر من 1400 سنة؟ هالخرافة هاي ما بدها تنتهي؟ بدها تنتهي ونحن رح ننهيها بكل تأكيد. هلا كيف بدك تنهيها؟ بدنا ننهيها بالحديث. الحقائق لا تنتهي. كيف يعني الجحش اللي بيطير حقيقة؟ كيف؟ الجحش اللي بيطير حقيقة برأيك يعني؟ كيف بيقول لك إنه الجحش بيطير؟ مو محمد طار على جحشة؟ ولا طار على شو؟ طلع على السماء السابعة ورجع على شو؟ سيدنا محمد أول شيء ما طار على جحشة. لكن هو كان الكتل الإسراء والمعراج. لا شو على شو طار؟ على شو طار؟ شو البرق؟ انت كيف عم توصفه؟ اصغر من الحمار واكبر من الجحش. اسمعني بس شغله، عاداتنا وتقاليدنا انت هلا كل قوانيننا وعاداتنا وتقاليدنا مستمده من الدين. اولا لا يوجد قانون اسلامي موجود مطبق في سوريا، هو قانون وضعي مدني يطبق القانون الاسلامي او بالنسبه بس فقط للاحوال الشخصيه. خلينا القانون هلا على طرف، هلا خلينا القانون على طرف. اسمعني شوي اخي خالد تشتتون بالاحوال الشخصيه. خالد بس دقيقة، خلينا بالبراق. شو هو البراق؟ عشان ناخذ المسألة من جذورة. البراق ما بتشوف البراق تصير مطر او يصير شيء، هو كرامة من الله. البراق يا حبيبي، البراق جاي بالحديث الصحيح. البراق هو دابة
دابة ما بين البغلة والحمار، ما بقول لك البرق. وإذا بدك تجي على البرق، البرق بيمشي بسرعة الضوء، ماشي سرعة الضوء. إذا محمد يطلع على السماء الأولى، خلينا نقول هالكون هذا بده بسرعة الضوء 13 مليار سنة وكسور، يعني كيف بده يروح ويرجع بخلال 28 مليار سنة، واللي راح ورجع 6 ثواني. شو هي كيف يعني معجزات؟ تجي تضحك علي تقول معجزه، هذا بعجزه لك بس لا يعجزني لي. يعني هلا انت من مين خلقك؟ من وين اجيت؟ انا ارد عليه. شوف على شغله خالد، هاي كلمه مين خلقك؟ هاي اذا ما بتعرف شيء بتقول. انا بدي ارد عليه بس دي انا ما حدا خلقني. اللي سبقته عن بعض، وانا متابع لكل الامور اللي عم تحارب الاسلام والمسلمين. تفضل خانو. تفضل محمد ولا احمد اسمه؟ خالد. عم اسمع خالد موليد، افكر اخر شخصيه اخرى بالدين الاسلامي، افكر خالد موليد. عرفت شو؟ لا بدك تحكي بشان اذا بدك، في عندك تعليق. انا مستعد اناظره على برنامج التجاه المشرقس. طيب من هو الله؟ خالد انت زلمه مسلم تمام؟ انا ملحد. استعداد تناظرنا؟ انا مستعد اناظرك وحدد موعد وتاريخ، وانا مستعد لهالامر هذا. انا جاهز. موضوع المناظره راح يكون من هو الله؟ هو اشرف الخلق ولماذا؟ محمد انا بالنسبه لي ولكل عامه المسلمين هو اشرف الخلق وسيد الخلق. طيب اعطيني دليل واحد يا معك الفتره هاي كلها. اسمع خانو ارجوك بس دقيقه، عم احكي مع الزلمه. بنحدد موعد المناظرة، هل محمد هو أشرف الخلق ولماذا؟ بتجيب الأدلة والبراهين ليش أشرف الخلق؟ الأدلة والبراهين وراح أثبت لك إنه بالضبط. أوكي أنا بصير مسلم، إذا أثبت لي راح أصير مسلم. لا خالد بس خلي الزلمة يحكي. القوانين الإسلامي والنهج الإسلامي اللي وصلنا يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأيام وإلى قيام الساعة هو الحق وهو المستمر. طيب أوكي، وانت عند كلامك طبعا يحدد موعد وانا راح اكون معك. جان هلا حدد الموعد. بس دقيقة. شو رايك يوم السبت؟ يوم السبت شد الساعة عندك هلا، بس بدك تطلع بصورتك. شد الساعة ولا بخاف؟ احنا ما موتول موحدين ما وزروا بخاف. عندي 10:22 يعني اوكي 10:22 الساعة 9 بتوقيتك، أنت وين بأي بلد بيركز؟ أنا بألمانيا. بألمانيا، اوكي. الساعة معناتها عندك شو رأيك الساعة 9 يوم السبت بتوقيتك؟ معلش توقيتي قديش؟ توقيت ألمانيا الساعة 9 بالمساء. جرينتش، أعطيني جرينتش. اوكي السبت الساعة 9 مساء بتوقيتي مناسب. وبدي منك صورة تبعت لي إياها حالاً، مشان حسابي اعلان واعلان للمناظره. ماشي اوكي ما عندي اي مشكله. تمام انا كثير بشكرك على الموضوع هذا وعك... على بس بدي احكي كلمه بس. تفضل. انا بتشرف فيه انه هو زلمه شجاع وكثير كويس. اكيد انا احيي فيه شجاعته بصراحه، يعني انا احيي فيه شجاعته. انا جماعه زي هيك انا بتشرف فيهم انه شجاع انه قدر يطلع. اوكي لكن بنهاية المناظرة معك خالد بس دقيقة واحدة. على كل خالد اللي راح يناظرك يكون شخص مسلم وشيخ سابق، يعني شيخ من شيوخ الإسلام بده يناظرك، ما بده يناظرك واحد مسيحي أو واحد لا يعرف شيء عن الدين، راح يناظرك شيخ من شيوخ الإسلام. أنا ما عندي مشكلة، مين ما بيناظر بالضبط. أنا راح اوكي انت انا احييك على هالشجاعه هاي، بس انا بدي اياك بصورتك كمان، ما بدي اياك بس تحكي هلا وتمشي. انا ما عندي مشكله. تمام. ما الحقائق يعني الحقائق انا ليك الانسان لا يختبئ وراء اصبعه، الحقيقه يجب ان تقال في اي مكان وفي اي زمان وفي اي مرحله من المراحل. انا كمسلم سوف أبقى أتكلم في هذه الحقائق إلى يوم قيام الساعة، إلى يوم أن الله يقبض روحي.
وحييك على هالشجاعة هاي، وحييك على مبدأك، وحييك على قناعتك الراسخة. بس أنا بدي إياك تواجه كمان نحن يا أخي تعتبرنا، بس أتمنى أن يكون النقاش راح يكون موضوعي جدا أكيد بأدب كتائم دون أي شيء، فمجرد أي شتيمة أو أي شيء راح أعمل بلوك وأطلع من البرنامج. شوف أخي خالد، نحن ما راح نستعمل الشتائم، وأنا بتمنى منك أنت ما تستعمل الشتائم. أنا ما بدي أشتم، أنا راح أعطيك حقائق واقعية، وراح أعطيك حقائق علمية مثبتة علمية. تمام، وعلمية ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة علمية ولا يهمك. ولكن مثل ما قلت لك، راح تكون النقاش راح يكون موضوعي، وما بدنا لف ودوران حول الموضوع نهائيا. وكلمة معجزة بتخبيها لحالك طبعا، المعجزة انت بس خليني اكمل، ما عنده معجزة يثبتها يا خانو، خليني اكمل حديثي. المعجزة هي لك بتخبيها، نحن بالنسبة لنا ما في معجزات. انت بدك تثبت لي علميا بالورقة والقلم كل شيء. علميا اعطيك شيء نذكر من 1400 سنة هو منزل من الله عز وجل. لا نحن ما بالاعجاز العلمي، هلا ما ندخل اعجاز العلم اثبته اليوم، والعلم اثبته وايده يا اخي، ما ندخل بالاعجاز العلمي. نحن موضوعنا راح يكون هل محمد كان اشرف الخلق ولماذا. اوكي، فهمت علي؟ ما بدنا ندخل مواضيع علميه ونشعب مواضيع كثيره. في موضوع محدد راح نطرحه، هل محمد هو اشرف الخلق ولماذا؟ سيد الخلق بالضبط. اوكي، هذا اكيد انا بحييك على قناعاتك، وبدي اياك تدافع عن هالقناعات هاي بطريقه مثل ما بقول منطقيه، واللي راح يناظرك شيخ من شيوخ الاسلام، يعني كان شيخ اسلامي. تمام، وانا انا في انتظار على السكايب، ممكن تبعث لي صوره والاسم. وعلى كل حال انا بتم على اتصال معك عشان نحضر للمناظرة يوم السبت الساعة 9 بتوقيت ألمانيا. بحكي معك قبل بساعة. لا أنا بحكي معك، ولا يهمك ولا يهمك. خير والسلام عليكم. ماشي سيد خالد. طيب بصراحة أنا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن في أخ في شغلات بدي أحكي لك إياها. أنا بس دقيقة واحدة، في أخ اتصل فينا غياس، خلينا نشوف. غياس أهلا وسهلا غياس، علوة بس تشيل صفحة اليوتيوب لأنه عم تطلع بيطلع الصوت عنا هون. عفوا، أوكي. مرحبا، كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟ أهلا وسهلا، تفضل. غيث من العراق. اهلا وسهلا فيك، وهذا البرنامج كثير متابعه وكثير بحبه، لانه يفتح المجتمعنا، يعني يفتح العقول يعني للشباب المتدين، وما نحتاج انه الدين للحياه يعني. هذه اول مره بشارك انا هون. اهلا وسهلا، تفضل اخي وخذ راحتك وقول اللي بدك اياه. يعني كان هو عم بيقول انه نص الشعب السوري او كثير من الشعب العربي انه ما في ثقافه عندنا، وهذه صحيحه يعني. يعني كان الاخ كل ما احد يتكلم بيرجعوا على الديانه. طيب اوكي، خلي الديانه لحاله، خلينا نحكي عن مجتمعنا احنا اللي عم بصير فينا اليوم، انه الدين عم بيرجعنا الاف السنين، ما عم بيقدمنا بشيء، ما عم بيساوينا بشيء، انه احنا عايشين لو بتعيش بالكره الارضيه الحقيقيه، لو بنعيش بخيال يعني ما بعرف كيف، يعني خيال ديني ما بعرف يعني. الواحد بتنرفز شوي يعني. حقك اخي غيث، بصراحة يعني أنا مثل ما شرحت للأخ خالد إنه ثقافتنا مبنية كلها على الإسلام، يعني ثقافتنا إسلامية 100%. ما بنقدر يعني، هلا هو بيقول قوانين وضعية وهالمسائل هي يعني للأسف الشديد، ما بعرف، المتدين على طول يكون منحاز للفكرة الدينية يعني. تعرف قديش أنا كان عمري كنت بصلي وبصوم وبساوي هاي الشغلات من كان عمري 7 سنوات، يعني كنت عايش بسوريا أنا، كنت إنه ما بعرف شو هو إنه الحرب، ما كنت بعرف هذا الشيء نهائيا يعني،
انا ما كنت بعرفه. وبعدين صحيح. انا كان الولد عنده مرض السرطان طبعا، وصارت عندنا بناتي، انا كنت راجل متدين بشكل، صارت عمري 20 سنة، اجاني قال لي هو قاعد بالفرشة قال لي غير شو عم بساوي؟ قلت له عم تقرأ، عم بقرأ لك القرآن، شو عم بساوي؟ عم صلي، عم بدعي، بركة الله يشافيك. يعني عم قال لي انت بتفهموا هذا القرآن يا غيث؟ قلت له اكيد بفهمه انا، شو مفكر انت؟ اكيد انا بفهمه كله، يعني تعرف انت كيف تعلمنا نحن. طيب شكرا كثير لك اخي غيث، وانا بتشكرك وبتمنى تم تتصل فينا ومداخلات، ويعني الحلقات كثيره جايه، وراح نساوي حلقات كثير كثير كثيره بصراحه، يعني راح اسوي برنامج ثاني هو الاتجاه المشاكس، راح نبدا مثل ما شفتوا اصدقائي، راح نبدا اول حلقات يوم السبت الساعه 9 بتوقيت المانيا، الساعه 8 بتوقيت لندن. شكرا كثير لك اخي غيث. تمام ماشي، شكرا. ان شاء الله. اكيد اكيد اكيد، شكرا. طيب خلينا نتصل معلش بس احكي شغله الدقيقه، بس الرجل اتصل فيني اكثر من مره. تفضل اخي، او بس ممكن نعرف الاسم؟ الو الو، معك، تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا، تفضل. انا فندم احمد من مصر. اهلا وسهلا فيك احمد. سامعني؟ سامعك، اهلا وسهلا فيك احمد، تفضل. اهلا، بس انا بحضرتك. طيب يعني بس عشان يعني ما اعطلش حضرتك، انا بس سؤالي لضيفك الملحد، بس عندي سؤال يعني عاد اطرحه، دورت كتير ومش لاقي الاجابه. انا من خلفيه مسلمه. انت مسلم ولا من خلفيه مسلمه؟ يعني مسلم، بس يعني مش مسلم، يعني متارجع شويه، يعني في مرحله الشكوك يعني. اهلا وسهلا فيك بين الملحدين. طيب سؤالي الإلحاد بيتناول في محتواه ان الملحد دائما بيشيد ان الماده اوجدت الانسان، مظبوط؟ الو. طبعا طبعا، تفضل. معك تفضل. السؤال هو الماده، لو انا لو جينا نشرح الماده، هنقول ان الماده او مثلا بتتسم بالصلابه وبالجمود، ويعني الماده بتصير في اتجاه واحد، اتجاه حدي. المادة يعني ما تعرفش النشوز، ما تعرفش الميتافيزيقا. فممكن بس السؤال الأخير، الإنسان قدر إزاي يستوعب في ظل نسق الحياة المادي اللي أوجده مثلا مفاهيم زي الأخلاق، زي الخير، زي الشر، المفاهيم دي كلها عكس طبيعة المادة، يعني المادة بتصير في اتجاه واحد، اتجاه مثلا زي المصلحة الشخصية، تمام؟ لكن المفاهيم التانية زي الأخلاق والخير والشر، كل دي مفاهيم يعني لا تخضع لقوانين المادة ولا يمكن الاستناد عليها بالعلم التجريبي. فانا عايز اسال بس ازاي. طيب بصراحه سؤال رائع، يعني سؤال كثير جميل اخي احمد، وانا بتشكرك على السؤال وبتشكرك على اتصالك فينا كمان. خليك نسمع الرد من الاخ خانه. تفضل خانه. حبيبي احمد، تحياتي لك من كل مصر كمان. كيف سؤال خانه؟ تحياتي له لكل مصر وكل احبابنا من مصر. الماده فيها حاله الغازيه والجمود والسائله والجامده، كل الحالات هاي هي الماده. احنا كملحدين كل هاي الحالات موجودين، احنا بس ندرس كل حاله بحالتها، نعرف شو غازيه شو جامده شو كذا شو كذا. هلا احنا بالنسبه لنا هو عماله بيحكي لك انه الماده بتتصف بالحاله الجامده والغازيه والحكاله. اوكي، اذا في شيء بالعلم بتناقض مع الدين، معناته العلم هو الصح، لانه العلم تعرف ليه عماله عم بيعمل تجربه بدل مره 10، لكن الدين ما بيعمل اي تجربه. هذا جواب يعني. هو يعني انا بتمنى يكون الاخ احمد معنا، يعني هو انه قال الماده الصلبه والماده الاتجاه واحد، اللي انه المصلحه مش من قبل، كيف ولدت الاخلاق؟ يعني هو الماده مثل ما قال الاخ خان، هو غازيه وتكون صلبه، بتكون سائله
ممكن تتحول لكثير اشياء. يعني الماده هي عباره عن ذره، نواه الماده، الشيء الاساسي بالماده هي الذره، والذره ممكن تصير منها البروتينات، ممكن تصير منها المي، ممكن يصير منها كل شيء موجود وموجود من الذره. يعني اليوم لما بدات الحياه على الارض بدأت بالبكتيريا بتفاعل كيميائي ما لحد الساعة هاي العلماء ما بيعرفوا، في فرضيات كتير ولكن ما وصلوا لنتيجة حتمية، وهذا ما معنى أنه ما رح يصلوا في المستقبل، هذا شيء طبيعي، وصلوا لكتير فرضيات. ولكن بعد انتقال البكتيريا هاي بكل تأكيد يعني تحولت إلى حيوانات معقدة وأسماك وبرمائيات. وهو سؤال الأخ أحمد هو إنه الأخلاقيات كيف إجت؟ الأخلاقيات إجت بالتعامل مع الآخر، بالتعامل مع الآخر. يعني حتى كل أصناف الحيوانات في عندها أخلاقيات، كل ما في ما في ما في حيوان ما عنده شيء اسمه أخلاق. يعني ما في هلا مثلا في ما بتلاقي مثلا مثل القرود أسد يأكل شو اسمه، يعني ما بتلاقي مثلا مثل الشمبانزيز بياكل ابنه مثلا او بياكل اولاده او بينكح طفله الشمبانزيز او خلينا نقول الديك والجيجة او اشياء. طيب عندنا اتصال من ساره. لا ساره ادمن كمان هاي المجموعه. اهلا وسهلا ساره. اهلا وسهلا. صورتك طالعه، بدك تطلع صورتك بالفيديو ولا لا؟ إذا ما بدك ما في مشكلة يعني. لا خليها صوت بس. أوكي نعم، بس عندك اطفي الكاميرا من عندك مشان يكون الاتصال أوسع. أوكي تفضلي. كيف حالك؟ أهلا وسهلا سارة. أهلا وسهلا، تفضلي أختي. نورين خانو حبيبتي سارة، يسعد المنتدى، منتدى الحوار إنسان طبعا دول. أهلا وسهلا سارة. أهلا وسهلا، يعني إنا شرف تعرفنا عليك سارة. شرف إلي. تسلم تفضلي سارة. طيب كان عندي بس مداخلة صغيرة. أولا خانو صديق طبعا وصديق عزيز أخ ولك أخ. يعني بتحفظ هلا ما في أقول يعني البلد اللي أنا عايشة فيها لظروف خاصة سلامتي الشخصية. ولا يهمك. تمام. بالنسبة للإرهاب، الإرهاب الديني عموماً والإرهاب الإسلامي خصوصاً، الإرهاب نوعين، منه نوع بس اللي هو الناس اللي عم بتفجر حالة أو الناس اللي عم بتذبح في العالم وهيك، لا، الإرهاب حتى الناس اللي ساكتة على هالشي هن إرهابيين. الناس اللي بتمنعك من التفكير، من التغيير، من الإفصاح، من الإجهار الحاضر، الناس اللي بتحمعك انك تفطر رمضان بالشارع، هدول ارهابيين كمان. ان الازهر اللي بيكفر الادباء والمبدعين ويرفض يكفر تنظيم مثل داعش، هون نحن بنتساءل يعني كيف ما بعرف كيف يعني بتكفر كاتب لانه كتب كتاب ما رح يأذي حدا، هذا فكر، وانت بنفس الوقت تنظيم عم بذبح بيقتل بدمر بلدان بحالة، يعني شعوب بحالة، بيعمل مذابح، بيعمل تهجير، بيعمل إبادة عرقية، جرائم حرب، بعدين يطلع شيخ الأزهر يقول ما بدي كفره والعالم الإسلامي كله ساكت. هذا الشيء مو معقول يعني اللي عم بيصير. نحن عم نتعرض لإرهاب فكري. في ناس كتير بتقلك ليش الملحدين ما بيحطوا أسماءهم حقيقية أو ما بيحطوا صورهم، هذا شيء طبيعي. بدي أسألك سارة، سيد القمي طرح مسألة أنه يجب أنه نصنف الأزهر كمنظمة إرهابية، شو رأيك بالطرح هذا؟ عم يدرس بالأزهر. لما انت بتلاقي كتب عم بتدرس
بس انه تارك الصلاة يقتل، وال انه بناكل لحم الاسير وهالامور هاي، يعني نحن عايشين في هذا في المرعب او دين اللي عم بيدرس هلا. وبعدين يقول لك من وين اجى الارهاب؟ انتوا عم بتطلعوا الارهاب. الازهر اتجاوز حدوده. نحن العالم الاسلامي هلا عم بيصير فيه نفس الشيء اللي كان بالقرون الوسطى ايام حكم الكنيسه باوروبا. نفس الشيء، كانت الكنيسه بتتدخل في ابسط امور وفي كل الامور. هلا الاسلام، الازهر وجميع المنظمات الاسلاميه، حتى الشيوخ هدول اللي بيظهروا بالفضائيات وهيك وما بعرف شو، ويسمي حاله داعي ويسمي حاله عالم، يعني مع تحفظي طبعا على كلمه عالم، لانه العالم هو اللي بيكتشف، اللي بيخترع شيء، اللي بيقدم شيء للبشريه، مو اللي بيحفظ كلمتين بكتاب ويطلع يقول لي كم حديث وكم ايه يسميه عالم. لا اختي، اختي بصراحة انا بسميهم عرصات هذول، هذول يعني بصراحة يعني، لانه يعني انا سويت حلقة من 3-4 ايام وعرضت فيها انه هن يعني شلون اقول لك، يعني في ترغيب الشباب بالجنس الاخروي يعني بالجنة، يبدعوا مثل يسووا ابداعات، يعني يتفننوا في ترغيب الشباب بالجنس، واللي بيرغب الاخر بالجنس وبيبدع بهالمجال هذا، يعني شو بنسميه غير عرصه يعني. تمام، هن بيعملوا يعني حاجتين، الاولى انه بيمنعوا الجنس كل مظاهر المتعه او مظاهر الحياه او مظاهر الجمال على شعوبها، يعني مثلا الموسيقى حرام، الجنس حرام، الحب حرام، انك تصاحب حرام، انك تظهر مع بنت حرام، انك تكتب كتاب يعني يكون افكارك غير افكارك. حتى دي اكيد بيولد الكبت عند المجتمع. فنحن بنشوف هلا انه في شباب عم يفجر حاله مشان الحوريات، واغلب وكلهم يعني مشان شو عم يفجروا حالهم اصلا يعني، مشان موضوع الجنس، موضوع الجنسي بحت يعني. ايه، فهالموضوع يعني بالنسبة إليها هذا يعني سوري على اللفظ، بس هذا استغلال رخيص للدين. قلت أكيد هو الدين كله رخيص يعني. إيه يعني استغلال رخيص للدين، يعني استغلال الموضوع الجنسي وموضوع ترغيب الشباب والتضييق عليهم. على فكرة كمان بدي أقول شيء، في زمن محمد يعني ما كان في لا تضييق ولا شيء، كانوا عايشين حياتهم مستمتعين، إشي صبايا وإشي ملكات يمين وإشي جواري، وعايشين يعني حياة عادية، كان كل شيء متوفر. هلأ انقلبت الأمور، صار في تضييق كتير، ابتدت بالحجاب، بعدين هلأ نقاب، وما ما أعرف بعدين شو راح يصير، يمكن راح يمنعوا المرأة من الخروج تماما، يعني احتقار المرأة في الدين الإسلامي. صحيح صحيح، تضييق عليها اعتبارها، هذا بيولد فعل عكسي. هلا بنشوف بالسعودية مثلا نسبة المثليين الجنسيين كتير كبيرة، 40% بجامعة الرياض. ايه، وهالشي سببه هو التضييق على المرأة، اعتبار المرأة كأنها هلا معقول بال 2016 يعقدوا مؤتمر يسألوا في عنوان مؤتمر المرأة إنسان أو لا؟ هلا معقول؟ وين عايشين؟ عايشين للأسف بالزمن الصحراوي الإسلامي يا أختي، للأسف الشديد. أختي مجتمعات عم تتأثر. وغيونيك. هلا في علم، في تطور، نحن ما بدنا نرجع لورا، بدنا نحافظ على مجتمعاتنا، بدنا نتقدم للقدام، هي رسالتنا نحن كملحدين. أنا هلا ما بدي، نحن أنا ما بحارب الدين، ما بحمل سلاح وحارب، أنا بحارب بالفكر. أكيد أكيد أكيد. بس بالفكر. ومن حقنا طبعا ننتقد الدين، لان الدين بيهدد حياتنا، بيهدد اوطاننا، بيهدد مستقبلنا. ومو بس بيهدد يا اختي ساره، ومو بس بيهدد، هو دمرنا ودمر اوطاننا وانتهى يعني. مرحله التهديد انتهت من زمان، دمر وخلص يعني. اكيد كله بسبب هالدين. صحيح صحيح، للأسف الشديد للأسف. أنا بشكرك كثير سارة، وبشكر
وانا بتمنى مشاركاتك. على فكره بتتمي معنا يعني كل حلقه تتصلي فينا وتعطينا رايك، بصراحه انا كثير معجب بارائك ويا ريت تتصلي فينا على طول ونسمع ارائك. تسلم ساره، تسلمي، شكرا كثير لك. خانو نحن وصلنا لنهايه حلقتنا حبيبي، بس انا في عندي اكمل كلمه بدي احكيهم معلش. لا اكيد اكيد، تفضل اذا في عندك اي شيء بدك تقوله. جون سيلفر، مؤسس مجله الموحدين العرب، تعرفه؟ تحيه روحه طبعا، هو مات، شاب مات يعني، تحيه روحه قيه. عم بيجينا هون، ايوه بيجينا مسجات، عرفت شو؟ ما فهمت شيء منك جانو. خانو اوكي، عم بيجي مسجات. جون سيلفر تحيه، القبطان هو اللي هو مؤسس مجله الملحدين العرب، اول مواقع الحاديه اللي احنا حكينا فيها. عرفت كيف؟ تحيه للروح الحقيقيه والمحبه الحقيقه التي بذلت من اجلها، والذي غادرنا العام الفائت بعد صراع مع المرض. بما انه قصة الولد شاغلة مواقع الموحدين، لا تفوت بالمهاترة مع أو ضد حدا. أوكي، قول بس إنه هون كان في ثورة سورية، والحادثة هاي هي خنجر في قلب هاي الثورة. المجموعات اليوم أشبه بالصالونات الأدبية، لكن بكثافة، فالشباب أصبح بحاجة للحوار وسياسة تكميم الأفواه، مللنا منها. هاي شغلة عم تجيني دارس. المهم خانو، أنت شو في عندك؟ تفضل أنت إذا في عندك أي كلمة أخيرة تقولها. طيب، كلمة أخيرة بدي أحكي لك إياها، إنه هاي المجموعات الإلحادية، إحنا طبعاً طلعنا عن حكينا كثير وبصر إيش، نرجع لموضوع مجموعة الإلحادية. بتعرف ان اول صالون ادبي كان لسكينة بنت الحسين، يا حسين، هذول بلطمو، عرفته؟ كان لسكينة بنت الحسين، ثم بعده ولادت بنت المستكفي في قرطبة. وعادت في العصر الحديث الصالونات للظهور في حلب، اول مدار الصالونات هاي اللي هي هاي المجموعات الحديه، عاد الظهور في حلب، اوكي، ثم في القاهره. والاميره نازلي بنت الامير مصطفى مثلا كان يزورها الامام محمد عبده وسعد زاروق قاسم امين. ايضا ميز زياده كان رواده حافظ ابراهيم وخليل مطران واحمد شوقي. هاي كانت اول مجموعات الالحاد. انا بحب انه نعمل كمان حلقه على المجموعه هاي، على القصه هاي. خانو، في عندك اي شيء ثاني تضيفه؟ انا بصراحه الوقت كثير ضيق عندي ولازم اقفل الحلقه. ما عندي شيء اضيفه. ماشي، انا بشكرك كثير خانو، وبشكر كل الاصدقاء اللي شاركوا. بس بدي احكي كلمه واحده صغيره. تفضل. بتمنى الكل يدخل على برنامج جرب الالحاد، ويدخل على مفكرون انسانيون، لانه هاي مجموعه جديده، هي كانت زي شبكه الملحدين العرب. مع انه انا ضد فكره شبكه ملحدين عرب ولا ملحدين اكراد ولا الملحدين، وكنت اتمنى ملحدين العرب يكون اسم الناطقين باللغه العربيه وليس العرب، يعني هي بالنسبه لي. ايش زي هذا حكيته يعني، ما بعرف. طيب انا بتشكر كثير اخي خانو، وبتمنى نشوفك بحلقات ثانيه كمان وبمواضيع اخرى. بشكركم كثير اصدقائي، الى اللقاء في حلقه قادمه. الى اللقاء، باي.